مساء الخير على حضراتكم وحلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة اليوم هتكون غاية في الأهمية ومليئة كالعادة بالعديد والعديد من الأخبار المهمة سواء على الساحة الرياضية المصرية أو الساحة الرياضية العالمية، وبالتحديد كمان فيما يتعلق بكل جديد يخص نادينا العظيم النادي الأهلي. الجزء الثاني من حلقة النهاردة هيشرفنا وينورنا في الاستوديو الأستاذ محسن لملوم مدير تحرير الأهرام الرياضي، وهنستفيد في الحديث في كل الأمور على الساحة الرياضية المصرية والعالمية أيضا بكل تأكيد. عندنا كلام كتير بس نروح نشوف الأول أهم وأبرز عناوين حلقة النهاردة. يلا بينا. الخطيب يشكر المستشار تركي آل الشيخ. صفوف الأهلي تكتمل في مارانا اليوم على ملعب التتش. بعثة الفريق الأول تتوجه إلى الإمارات الخميس للدخول في معسكر. جراحة ناجحة لمحمد محمود في الرباط الصليبي. المنتخب يقترب من مواجهة ليبيريا وديا 7 نوفمبر. اليوم إعلان قائمة المنتخب الأولمبي. تقارير تؤكد أن محمد صلاح سيكون خليفة رونالدو في يوفنتوس. طيب، من ضمن الأخبار المهمة جدا والنهاردة بالتحديد كان في وفد من قبل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية. وفد زار الكابتن محمود الخطيب في منزله للإطمئنان عليه وعلى حالته بعد جراحة الحقن الأخيرة في الظهر، ولفتة كانت طيبة وأكثر من رائعة. ودي صور للوفد طبعا أو أحد أعضاء هذا الوفد مع الكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. بالمناسبة المستشار تركي آل الشيخ كان بيحاول بشكل كبير جدا هو يكون متواجد في هذه الزيارة، لكن بسبب انشغاله طبعا بموسم الرياض فبالتالي يعني ما قدرش أن هو يكون متواجد ويزور الكابتن محمود الخطيب، لكن في الحقيقة مبادرة أو زيارة غاية في الأهمية وتدل على العلاقات اللي بإذن الله تعود قوية وتستمر في الشكل الإيجابي. وإحنا دايما عارفين النادي الأهلي نادي كبير بيحتوي كل محبيه وعشاقه، وكلنا متأكدين وعارفين كويس جدا أن المستشار تركي آل الشيخ أهلاوي من البداية، يعني موضوع معروف، يعني بعض الخلافات ممكن تحصل ما بين أي حد، لكن في كل الأحوال دايما تبقى العلاقة المميزة ما بين المصريين والإخوة والأشقاء في السعودية في كل الأحوال. ومستشار تركي آل الشيخ يعني أكيد شخصية كبيرة ومميزة، وأيضا النادي الأهلي على رأس مجلس إدارته كابتن ونجم كبير جدا 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 وهو الكابتن محمود الخطيب، اللي دائما دائما على مدار تاريخه مع النادي الأهلي بالتحديد سواء كعضو مجلس إدارة كنائب لرئيس النادي الأهلي أو كرئيس النادي الأهلي بيبقى حريص أشد الحرص على مصلحة النادي، ده شيء مفروغ منه ومؤكد. فبالتالي كانت زيارة مهمة وأكد من خلالها الكابتن محمود الخطيب شكره وامتنانه وأنه بيثمن بكل تقدير ما أفاض به المستشار تركي آل الشيخ من مشاعر طيبة ورغبة صادقة في التآخي بما يعكس القيمة التاريخية للعلاقات الوطيدة بين البلدين. ده خبر مهم جدا ابتدينا به حلقة اليوم. طيب، من ضمن الأخبار كمان الأهم، امبارح كان في اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي، للأسف غاب عنه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بسبب ان طبعا كان في تحذيرات طبية وان الطبيب طلب منه ان هو يريح شوية في البيت، يعني لأنه هو المفروض محتاج 10 أيام راحة. فبالتالي الاجتماع كان من غير الكابتن محمود الخطيب، وكان متواجد طبعا الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، وكان الحديث في بعض الأمور الهامة جدا ومعنا بعض القرارات اللي خرجت عن هذا الاجتماع. من ضمن القرارات العضوية العامة هيكون في زيادات في العضوية، واعتمد المجلس زيادة قيمة رسوم العضوية الجديدة سواء العامة أو في الأفرع اعتبارا من أول إبريل، يعني بداية من شهر 4 المقبل.
وزياده هتكون على النحو التالي اللي هقوله لحضراتكم: العضويه العامه لمقر النادي بالجزيره وجميع الافرع مؤهل العالي من 500,000 جنيه الى 750,000 جنيه، ودون المؤهل العالي من 600,000 جنيه الى 1,000,000 جنيه. فرع الشيخ زايد المؤهل العالي من 175,000 جنيه الى 250,000 جنيه، وما دون المؤهل العالي من 250,000 جنيه الى 400,000 جنيه. فرع التجمع الخامس اللي ان شاء الله باذن الله هيكون قريبا، المؤهل العالي من 200,000 جنيه الى 250,000 جنيه، وما دون المؤهل العالي من 300,000 جنيه الى 400,000 جنيه. ان شاء الله باذن الله فرع التجمع الخامس ده هيكون قريب، يعني هيتم العمل فيه يعني بشكل كبير جدا، وده اضافه كبيره لافرع النادي الاهلي وبالتحديد لاعضاء النادي الاهلي الموجودين في كل مكان دايما. طيب، ايضا من ضمن القرارات تشكيل لجنه برئاسه العبري فاروق نائب الرئيس مع عضويه استاذ طارق قنديل ومهند مجدي ومحمد الجرحي واعضاء الاداره واعضاء اللي هم اعضاء مجلس الاداره طبعا، ومحمد مرجان المدير التنفيذي، وعماد حلمي المدير المالي، ومحمد فتحي المشرف على الشؤون. يعني اللجنه دي لبحث ودراسه تقرير مجلس الاداره الذي سيتم عرضه على الجمعيه العموميه العاديه للنادي، والتي تحدد لها يومي الجمعه والسبت 22 و23 نوفمبر ان شاء الله المقبل. قرر كمان مجلس تشكيل لجنه لدراسه الطلبات الخاصه بتعيين مراقب الحسابات برئاسه خالد الدرندلي امين الصندوق، وعضويه محمد مرجان المدير التنفيذي، وعماد حلمي المدير المالي، بجانب طبعا بعض من القرارات الخاصه بالنشاط الرياضي. وفي الحقيقه كلها قرارات هامه جدا. ده فيما يتعلق باخر الاخبار الخاصه بالتحديد بمجلس اداره النادي الاهلي عقب الاجتماع بالامس. طيب، نتكلم شويه عن فريق الكوره، والاول عايز ابتدي بلعيب بطل جدا جدا، محمد محمود نجمنا اللي اجرى جراحه في الرباط الصليبي، جراحه كانت ناجحه جدا. اليوم يا ريت تعرضوا لي الصوره يا جماعه بتاعته النهارده بعد العمليه، وصوره بتدل على العزيمه والاراده اللي عند محمد محمود، الاصرار والابتسامه الدائمه كمان اللي في على وجهه. يعني في الحقيقه الراجل جاله اتنين صليبي ورا بعض، يا دوب لحق يرجع. بص اللقطه دي، الناس لما هتشوف الضحكه دي هتستريح شويه بالنسبه لمحمد، لان الناس بصراحه كلها زعلانه عشانه. لكن في كل الاحوال هو بطل، وباين جدا الحماس في الصوره وايمانه الكبير بقضاء ربنا، وان شاء الله باذن الله يتعافى من هذه الاصابه اللي اعتقد هتاخد وقت طبعا من 8 ل 9 شهور زي كده الاصابه الاولى، وان شاء الله يعود سريعا للملاعب لان احنا مستنيينه بقالنا كتير جدا في الحقيقه، فان شاء الله ربنا يشفيه ويعافيه سريعا. لكن صوره تطمن شويه، وباذن الله باذن الله يكون قادر بكل قوه وعزيمه على العوده للنادي الاهلي من خلال تدريبات. طبعا في برنامج علاجي في الاول وبرنامج تدريبي، وبعد كده يخش في التدريبات بقى واحده واحده، لسه بدري على الموضوع ده، لكن ان شاء الله كلنا في ظهره ومستنيينه باذن الله تعالى. ده فيما يتعلق بمحمد محمود. طيب، النهارده الاهلي بيستمر في تدريباته، تدريبات مهمه جدا قبل السفر للامارات. السفر هيكون امتى؟ يوم الخميس اللي جاي. فتدريبات النهارده وبكره، وبعد كده سفر يوم الخميس. التدريبات كلها غايه في الاهميه، فيها بعض المحاضرات النظريه قبل كل مران. النهارده بالمناسبه بينضم عدد كبير جدا من اللاعبين الغائبين عن تدريبات النادي الاهلي اليومين اللي فاتوا بعد اجازه كانت الجمعه والسبت، فبيعود اللاعبين اللي كانوا واخدين راحه اضافيه بناء على التنسيق مع مستر فايلر ومع الجهاز بالكامل كابتن سيد عبد الحفيظ لاعطاء هؤلاء اللاعبين مزيد من الراحه، وبالتالي بيعودوا النهارده فيما عدا جيرالدو وعلي معلول. اعتقد ان هم لسه النهارده ما انضموش، هينضموا من خلال تدريبات الغد. لكن اليو ديانج طبعا مستمر مع المنتخب الاولمبي فايضا بيغيب، بالاضافه للرباعي الاهلي اللي موجودين في المنتخب الاولمبي المصري. لكن بيعود جونيور اجاي موجود، واعتقد كمان وليد ازارو موجود في التدريبات. كل الامور دي هنعرفها بشكل كبير جدا من مراسلنا بعد قليل، وان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذا المعسكر. بالمناسبه المعسكر خلاص تم الاستقرار على اربع لعيبه هيسافروا مع الفريق الامارات، اربع لعيبه من قطاع الناشئين. احنا عارفين ان القايمه كلها هتسافر في معاد لاعبي المنتخب الاولمبي، سواء المنتخب الاولمبي المصري او المنتخب الاولمبي المالي بخصوص اليو ديانج يعني. لكن عندنا اربع لاعبين من قطاع الناشئين قرر مستر فايلر اصطحابهم لهذه الرحله،
للوقوف على مستوياتهم ولمعرفه مدى امكانيه الاستفاده منهم خلال المرحله المقبله، وهم محمد فخري ده لاعب مواليد 99 وصانع العاب، شادي رضوان طبعا اعتقد حضراتكم بقيتوا عارفينه خلاص يعني احد ابرز المواهب في العالم مواليد 2001 وبيلعب وينج. بالمناسبه شادي رضوان كان جاله فعلا عرض رسمي من العين الاماراتي لكن العرض تم رفضه من قبل المسؤولين في النادي الاهلي. كمان من ضمن اللاعبين اللي هيسافروا اللاعبين الناشئين اللي هيسافروا مع الفريق فارس طارق ده مواليد 2000 وبيلعب في مركزين باك يمين ومساك، وايضا احمد الشامي مواليد 2000 ده مهاجم. فبالتالي اربع لاعبين او ممكن يبقوا خمسه كمان هنعرف يعني هيكونوا اضافه اكيد في المعسكر ده، وان شاء الله باذن الله يستفاد من خلالهم او هم اللي يكونوا اكثر استفاده من خلال هذا المعسكر يحاولوا يثبتوا نفسهم وتواجدهم مع النادي الاهلي. هم طبعا لعيبه كبيره في قطاع الناشئين لكن ان شاء الله مع الفريق الاول يكون ليهم دور ومستقبل خلال الفتره الجايه. نطمن بشكل اكبر على الفريق واستعدادات ما قبل السفر للامارات، عشان كده خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي. يا شريف مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا زميل امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. ايه الاخبار عندك يا شريف؟ خليني اقول لك ان التمرين كان في الرابعه عصرا ويمكن كان حماسه مشجع الاهلاوي الجميل الحريص يكون موجود اليوم في تمرين النادي الاهلي. كل لاعبي النادي الاهلي كانوا حريصين يلتقطوا الصور التذكاريه معاه الرئيس الفني بقياده طبعا مستر بايلر كان حريص يسلم ويكلم يسلم عليه طبعا ويكلم معاه. يمكن اجواء اكثر من رائعه رفعت المعنويات حماسه النهارده في تمرين الفريق. التمرين كان انتهى منذ قليل ولكن حماسه ما زال مستمر داخل ملعب التتش. يمكن في مباراه كده هو خاصه خالص كره طائره بالراس طبعا، يمكن تحدي ما بين مدير الكره كابتن صدر الحفيظ وشريف اكرامي على الجانب الاخر. يمكن بعد انتهاء المران يمكن مستمرين الى الان. خليني اقول لك فريق الكابتن صدر الحفيظ معاه الخبره الحاوي وليد سليمان ومعاه احمد الشيخ. على جانب الاخر شريف اكرامي معاه حسين الشحات ومروان محسن. ممكن الشكل العام بيقول ان الكابتن سيد هو اللي كسبان. خليني بقى اطمنك على مران اليوم. كان في كان في محاضره في الملعب حوالي خمس دقائق اتكلم فيها فايلر واتكلم فيها مدير الكره الكابتن سيد مع اللاعبين على تركيز الفتره المقبله. تمرين في التقسيمه لازم يخافوا على بعض اكثر شويه من كده، هو عدم التكالم كتير. خلاص احنا الجهاز الفني خد رؤيه او خد انطباع عن كل اللاعبين فعرف امكانياتهم، فبلاش الحماس الزائد في تمرين حرصا على او خوف على الاصابات. بعد هذه المحاضره اللي استمرت حوالي خمس دقائق كان في جري حوالين الملعب واحماءات، والخبر المفرح لكل جماهير النادي الاهلي شارك اليوم محمود متولي نجم خط دفاع النادي الاهلي في جزء كبير من المران، ولكن عند تقسيمه خلاص اكتفى بالجري حوالين الملعب وتكمله برنامجه التاهيلي، ولكن محمود متولي اصبح جاهز ولكن استب استب بقى النهارده شويه بكره شويه اكتر. المعسكر باذن الله في الامارات هيكون باذن الله باذن الله اصبح جاهز ان يشارك في التمرين بكامل قوته، ولكن من الناحيه الطبيه محمود متولي اصبح جاهز سليم خلاص 100% لكل تمرينات اول مباريات المقبله باذن الله. خليني اقول لك كمان اختتم تقسيمه مستر فايلر المران وكان تقسيمه قويه جدا تالق فيها اكثر من لاعب على راسهم وليد سليمان الحاوي. يمكن النهارده كان في كوره كده وقع واخد قلوب المتابعين للمران ونزل له الدكتور، لكن كان عنده خبطه في الجنب شويه كانت قويه شويه بس الحمد لله قام وكمل المران. ويمكن هو بعد المران هو بيلعب في التقسيم الطايره اللي موجوده امامي الحمد لله بصحه جيده الحمد لله. تالق فيها اكثر من لاعب النهارده لفت الانظار حسين الشحات احمد فتحي، فالدنيا الحمد لله كويسه. الراجل حريص وقف التقسيمه كتير قوي ويدي تعليمات للاعيبه النادي الاهلي اول باول. الراجل ما بيسيبش كل صغيره كل كبيره، الراجل رفض يسافر اكثر من مره يروح اجازه لبلده ومستمر وعنده شغف كبير ان يكمل مع النادي الاهلي عشان يتعرف على كل صغيره وكبيره تخص فريق النادي الاهلي. مش مهتم خالص بالاجازه، قال لك الاهلي في هذه الفتره اولى ان انا اقعد واتعرف على كل صغيره وكبيره تخص هذا الفريق. ما ينفعش اسيب الفريق في الوقت دوت واروح اخد اجازه. ده كان كلامه طبعا مع مدير الكره والمترجم وباقي الجهاز.
حسام عاشور بيشارك في التدريب بشكل طبيعي، تخلص من الاصابه خلاص. مين يا مين حسام؟ حسام عاشور. خلاص حسام عاشور بيشارك خالص، بيشارك وبيشارك بكل قوه، النهارده عمل تمرين ولا اروع ولا اجمل كمان. كويس. على كان متاخر تمرين الحراس، اربع حراس، تمرين قويه جدا، الشناوي، اكرامي، علي لطفي، حمزه الحارس الناشئ اللي بيقدم مستويات رائعه. كويس. تمرين المدرب الحراس مايكل يمكن تمريناته قويه جدا، الحراس طارئين معاه في التمرين لافتين النظر، الاربع حراس ما شاء الله، يمكن حمزه النهارده وامبارح بيتمرن، لا ما شاء الله عنده خامه كويسه جدا تبشر النادي الاهلي، عنده قطاع ناشئين، حراسه مرمى على اعلى مستوى. بكره هينضم باذن الله معلول وجيلاردو هيكونوا في التمرين، بكره التمرين هيكون في الرابعه عصرا. يمكن كان قبل بدايه المران كان كريم نيدفيد حريص على التاهيل، وكريم ما شاء الله سبرنتاته يعني يمسك الخشب ما شاء الله كبيره جدا، خلاص ما فيش سكه خالص، كويس يفتح سبرنتات كويس جدا. فلا خلاص كريم بيتكلم في اربع خمس ايام وتلاقيه ايضا بيشارك في التمرينات. يا رب دعواتنا دعوات كل الاهلاويه يكون كريم اخر المصابين، في انتظار طبعا رجوع النجم اللي اجرى العمليه النهارده محمد محمود، ان شاء الله نتمنى له باذن الله الشفاء ويرجع باقصى سرعه لفرقته وفرقه النادي الاهلي، اللي كل لاعبي النادي الاهلي النهارده كانوا حريصين يخشوا على السوشيال ميديا على تويتر بالتحديد ويعملوا له بوستات. كويس. زميلو عندك اي استفسار؟ انا معاك. لا انا بشكرك شكرا جزيلا يا شريف، زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي، واللي قال لنا اخر اخبار المران اليوم وقبل يومين بالتحديد من السفر للامارات لمعسكر خارجي هيكون هام جدا بالنسبه لحسابات مستر فايلر في العديد والعديد من الامور اللي بتخص الفريق خلال المرحله المقبله. طيب ده فيما يتعلق بالنادي الاهلي، كل الامور اللي بتخص النادي الاهلي، بس انا بصراحه في بعض الحاجات كده ما بعرفش امسك نفسي فيها، يعني لازم اتكلم فيها بالتحديد فيما يتعلق بمنتخب مصر الاول. امبارح لك ان تتخيل ان كان في مران للمنتخب. كان في مران ايه؟ للمنتخب. كام لاعب بقى؟ كام؟ ثلاثة بس. ثلاث لاعبين اللي في التدريبات. اللي هم مين؟ احمد السيد زيزو وعبد الله جمعه لاعبي نادي الزمالك وحسام حسن لاعب سموحه. وكان الجهاز الفني كام واحد؟ سبعه تقريبا، يعني عندك حسام البدري، سيد معوض، احمد ايوب، طارق مصطفى، ايمن طاهر رغم ان ما كانش فيه حراس امبارح، مين تاني؟ غير انيس الشعلالي مثلا، ادي سته بيمرنوا ثلاث لعيبه. طب هو هنا السؤال، احنا طبعا يعني في ظهر كابتن حسام البدري وفي ظهر الجهاز الفني كله، يعني ما فيش اي مشكله، لكن في حاجات كده ما ينفعش تعدي، يعني عايزين نعرف ايه الفكره؟ يعني ايه الفكره ان يبقى في تدريب لمنتخب مصر بثلاث لعيبه، المهم بقى ان الثلاث لعيبه دول هيرجعوا تاني لانديتهم يعني عشان ينضموا يوم خمسه، يبقى ايه وجه الاستفاده من يوم او اتنين تدريبات يعني بالنسبه لثلاثه بس؟ موضوع غريب شويه، يعني بعض الاحيان كده بيحصل حاجات غريبه عندنا في مصر بالتحديد في الكوره، في الكوره بالذات بيحصل حاجات غريبه، لكن في كل الاحوال نتمنى لهم التوفيق يعني. ونتمنى لهم ان يكون في امور منطقيه بشكل اكبر في كل الاحوال. فجزئيه كان لازم نتكلم مع حضراتكم فيها. فان شاء الله كل التوفيق للجهاز الفني والكابتن حسام البدري والجهاز المعاون واللاعبين والقائمه بالكامل باذن الله، لان عندنا مباراتي كينيا والاستعداد هيبتدي بشكل رسمي من يوم 5 نوفمبر. احنا عندنا لعيبه النادي الاهلي موجودين وهيسافروا الامارات ويرجعوا من الامارات على معسكر المنتخب، عندنا 10 لاعبين في القائمه المبدئيه المكونه من 32 لاعب، وفي بعض اللاعبين مثلا في الزمالك وسموحه وكلام من ده كله، في ثلاثه منهم راحوا النهارده وهيرجعوا، او راحوا امبارح وهيرجعوا النهارده او بكره لانديتهم، وبعد كده انضموا تاني يوم 5. هي بس الفكره كان ايه لازمه اليوم او الاثنين دول؟ مش عارف في الحقيقه. لكن في كل الاحوال كل الدعم للجهاز الفني المنتخب الوطني الاول. طيب المنتخب الاولمبي ان شاء الله النهارده هيعلن على القائمه النهائيه، النهارده اخر ميعاد، واحنا عندنا اول مباراه يوم 8 مع منتخب مالي في بطوله الامم الافريقيه للشباب المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020، ولازم هيكون في اهتمام بالبطوله دي، لازم من كل وسائل الاعلام، من كل الجمهور المصري اللي باذن الله يكون متواجد في الاستاد ويآزر المنتخب في مختلف المباريات اللي هياخدها باذن الله. فايضا نتمنى لهم كل التوفيق، وهنتكلم باستفاضه في بعض الامور اللي بتخص المنتخب الاولمبي، وان شاء الله على مدار الحلقه لو القائمه طلعت بشكل رسمي هنعلنها لحضراتكم. احنا عارفين كان في 26 لاعب، كانوا 27 في الاول بس محمد محمود استبعد بسبب الاصابه، ففي 26 هيتم تصفيتهم ل 21 لاعب فقط مع المنتخب الاولمبي. طيب عندي بعض الاخبار كالعاده اللي بتخص النادي الاهلي في الصحف النهارده، نروح نشوفها ونعلق عليها. يلا. الاهرام.
الأهلي في الإمارات بعد غد للدخول في معسكر مغلق، فايلر يكتفي بستة أيام ويفاضل بين ملاعب أهلي دبي والنصر. في الأخبار، 8 لاعبين في مران الأهلي، الأعضاء يتساءلون وعبد الحفيظ يفسر. الجمهورية، تراوري في الصورة وجيرالدو راحل، الليكي خارج حسابات الأهلوية. المصري اليوم، مهاجم لوزرن السويسري على رادار الأهلي، الفريق يواجه العروبة وديا في الإمارات وسليمان ينتظم في التدريبات. الشروق، عرض إيطالي يهدد استمرار رمضان صبحي مع الأهلي، البدري يعد مؤمن زكريا بالانضمام للمنتخب بشرط، وفايلر يدرس اصطحابه في رحلة الإمارات. الدستور، الأهلي يواجه العروبة بعد إلغاء ودية بني ياس في معسكر الإمارات، رمضان يتمسك بالرحيل إلى أوروبا والخطيب يرفض. الأخبار المسائي، الأفارقة في التتش، المدير الفني للأهلي يضع الرتوش الأخيرة على المعسكر الخارجي. المساء، فايلر يعفو عن جمعة، الأهلي يجدد عقد إكرامي موسمين وتصعيد حارس الناشئين، المدير الفني لاعبا لسد النقص العددي بالتدريب، الفريق يواجه العروبة وديا في معسكر الإمارات. الوطن، فايلر يربط تعاقد الأهلي مع حسام حسن برحيل أزارو، المدير الفني يجدد الثقة في محسن، وعبد الحفيظ يعد الشناوي بالاحتراف. الله عليك يا شناوي، الشناوي ناوي على التألق، ناوي ناوي الشناوي 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 يا نهار ابيض، الله عليك يا شناوي، من على الخط يشيل، يطلع الكوره بالايد العكسيه في نموذج 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 للتراي من حارس المرمى، يطلع الكوره دي راسيه حلوه، راسيه حلوه، ولكن يتألق محمد الشناوي في اول اختبار حقيقي. طيب نبتدي بجريدة الأهرام اللي اتكلمت عن نادي الأهلي النهاردة وقالت إيه؟ قالت إن الأهلي في الإمارات بعد غد للدخول في معسكر مغلق، وإحنا خلاص عارفين الفريق هيسافر بعد بكرة بإذن الله يوم الخميس عشان يدخل في هذا المعسكر ويستعد لمباريات هتكون مقبلة بعد فترة، بالتحديد مباريات الدوري ودوري أبطال أفريقيا. فايلر يكتفي بستة أيام، وهو ده وقت أو مدة المعسكر بالتحديد، ويفاضل بين ملاعب أهلي دبي والنصر. هناك أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات والتسويق للنادي الأهلي، وبينسق كل هذه الأمور، وأعتقد الأقرب أهلي دبي، يعني دايما الأهلي ما بيروح معسكرات في الإمارات ملاعب نادي أهلي دبي هي اللي بتستضيف تدريبات النادي الأهلي، وملاعب مميزة بالمناسبة. نروح للأخبار، جريدة الأخبار بتقول إيه؟ 8 لاعبين في مران الأهلي، هم كانوا 12 مش 8 يعني، كان 10 لاعبين و2 حراس مرمى، ده قصدهم على امبارح وأول، وده كان حقيقي لأن كان في طبعا غيابات لبعض اللاعبين بناء على التنسيق مع الجهاز الفني. الأعضاء يتساءلون عن غياب يعني اللاعبين، لأن هم كاتبين في متن الخبر يعني إن الأعضاء بيروحوا بيبقوا عايزين يصوروا وياخدوا صور تذكارية مع نجوم النادي الأهلي، ففوجئوا إن اللعيبة مش موجودة، فسألوا كابتن سيد عبد الحفيظ جاوب وقال ان ده بناء على تنسيق مع الجهاز الفني بسبب اعطائهم مزيد من الراحه من خلال 48 ساعه اضافيه يعني لبعض اللاعبين. هم خلاص كلهم انضموا النهارده، ناقص بس علي معلول وجيرالدو اعتقد بكره في التدريبات هيشاركوا بشكل طبيعي باذن الله. نروح لخبر اخر من الجمهوريه، وطبعا الفتره الحاليه دايما بيبقى فيها كلام عن صفقات خصوصا فيش ماتشات، فتراوري في الصوره وجيرالدو راحل. تراوري في الصوره فعلا او في الصوره، اي لعيب مميز يا جماعه في الدوري المصري اكيد في الصوره بالنسبه للمسؤولين في النادي الاهلي. طبقا بقى الامور التفاوضيه، طبقا القرار اصلا النهائي من الجهاز الفني هل هياخد اتجاه التفاوض مع اللاعب ولا لا، لكن هل هو في الصوره؟ هو وغيره في الصوره بالنسبه للنادي الاهلي. اليكي خارج حسابات الاهلاويه، اليكي ده لاعب نيجيري، واخبار دي طلعت من يومين كده، والموضوع باختصار ان في احد الوكلاء عرضوا هذا اللاعب على يعني بعض المسؤولين في النادي الاهلي، لكن مفيش اي اتجاه سواء بالايجاب او بالسلب بخصوص هذا اللاعب، لكن يقال ان هو لاعب مميز، لكن لسه النادي الاهلي ما فكرش
والجهاز الفني بالتحديد ما فكرش، وهيتم التفكير واخذ بعض القرارات النهائيه بخصوص هذا الملف بعد انتهاء المعسكر باذن الله، او قرارات مبدئيه مش عايزين نقول نهائيه لان لسه ناقص شهرين على شهر يناير يعني. نروح لخبر اخر، احنا ما ردناش على الجمهوريه في موضوع جيرالدو. جيرالدو موجود، ما حدش قال ان جيرالدو ماشي بالمناسبه، يعني بيقول لك جيرالدو راح، لا جيرالدو موجود. نروح للمصري اليوم، بيتكلموا برضو على مهاجم لوزر السويسري انه على رادار الاهلي، واحنا قلنا لحضراتكم التفاصيل بالظبط بخصوص هذا الموضوع. والفريق هيواجه العروبه وديا في الامارات، وده حقيقي، هم الاقرب حتى الان، فريق درجه ثانيه، وكان فيه صعوبه ان احنا نقابل فرق من الدوري الممتاز، دوري المحترفين هناك يعني، بسبب ان الامور ماشيه هناك، في الدوري شغال يعني، مفيش توقف. وسليمان ينتظم في تدريباته، وكان غاب عن تدريبات الامس والنهارده بيشارك في غاب عن تدريبات اول امس وشارك في تدريبات الامس، وبيستمر في المشاركه من خلال تدريبات اليوم. عندنا ايضا اخبار اخرى، نروح للشروق والاستمرار في الحديث عن رمضان صبحي خلال الايام، وعرض ايطالي يهدد استمرار رمضان صبحي مع الاهلي. طيب هم لو قصدهم ان العرض ده بيهدد استمرار رمضان صبحي مع الاهلي بعد انتهاء الموسم، اوكي فده منطقي، لكن لو في نص الموسم شهر يناير، لا الموضوع مستبعد جدا ان رمضان يمشي في شهر يناير، يعني الراجل عنده عقد اعاره مع الفريق لغايه اخر السنه باذن الله، هو مستمر يكمل الموسم وباذن الله يحقق طموحاته، لان هو عنده طموحات كبيره جدا مع النادي الاهلي، عايز ياخد دوري ابطال افريقيا، عايز ياخد الدوري تاني وتالت، او كسب الدوري اكتر من مره اصلا، وعايز يساهم مع النادي الاهلي في امور كتيره جدا، اهمها بطوله دوري ابطال افريقيا، ده شيء معروف، وهو رمضان بنفسه صرح بكده، فصعب ان هو يمشي في يناير لو هم قصدهم يعني على الرحيل في يناير، لكن مع نهايه الموسم لسه الامور بقى هنشوف الدنيا هتمشي ازاي، ما حدش عارف ايه اللي هيحصل يعني. نروح للدستور، فاصل يا جماعه، نروح للدستور. طيب الدستور، الاهلي يواجه العروبه بعد الغاء وديه بني ياس في معسكر الامارات، وده احنا اكدنا عليه وقلنا ان ده الاقرب. رمضان يتمسك بالرحيل الى اوروبا، ده مش حقيقي، والخطيب يرفض. رمضان اصلا ما تمسكش بالرحيل في شهر يناير، اللي هم كاتبين في متن الخبر ان رمضان عايز يمشي في شهر يناير، وان هو اتكلم مع كابتن سيد عبد الحفيظ، والموضوع اتعرض على كابتن محمود الخطيب، الكلام ده ما حصلش خالص، رمضان ما طلبش عشان كابتن محمود الخطيب يرفض، وقلنا مؤكدنا ان رمضان مكمل هذا الموسم مع النادي الاهلي، وهنشوف بعد كده ايه اللي هيحصل، لسه بدري. نروح لفاصل سريع، بعد فاصل نكمل، يلا. طيب نكمل الاخبار، الاهلي في الصحف النهارده، نروح للمسا، والمسا قالت ايه؟ قالت ان فايلر يعفو عن جمعه. صلاح جمعه في حسابات مستر فايلر، الكره في ملعب مين؟ في ملعب صالح، ان شاء الله يثبت نفسه، واكيد لو اثبت ان هو يعني جاهز فنيا وبدنيا مستر فايلر مش هتاخر في الدفع بيه، على حسب طبعا رؤيته الفنيه في الاول وفي الاخر طبعا. الاهلي يجدد عقد اكرامي موسمين، وده الاقرب فعلا، وتصعيد حارس الناشئين اللي هو حمزه علاء، وحارس مميز جدا بالمناسبه، واحنا عندنا في قطاع الناشئين اكتر من حارس يعني، عندنا مصطفى شوبير، احمد طارق سليمان، وحمزه علاء، وفي غيرهم كمان يعني في الحقيقه. المدير الفني لاعبا لسد النقص العددي بالتدريبات، واحنا قلنا امبارح واول كان الدنيا يعني عدد قليل في التدريبات، فالراجل شارك في المران، والفريق يواجه العروبه وديا في معسكر الامارات، وده اتكلمنا فيه. نروح للوطن، الوطن بتتكلم في جزئيه مهمه قوي في الحياه، بتقول لك ايه؟ فايلر يربط تعاقد الاهلي مع حسام حسن برحيل ازارو.
تاني ازارو مكمل. الموضوع ده غير حقيقي. حسام حسن من اللاعبين المميزين طبعا، مهاجم مميز جدا ومهاجم منتخب مصر كمان ولاعيب دولي يعني. لو في تفكير في حسام حسن مش شرط خالص يكون على حساب ازارو يعني. ومستر فايلر نفسه يا جماعه لحد دلوقتي ما اتكلمش خالص في موضوع ان مين يجي ومين يمشي. هيحصل الكلام ده، هيحصل، بس مش دلوقتي، خلال فتره جايه هيتم استغلال طبعا فتره التوقف، ده شيء مؤكد، بس بالتحديد بعد المعسكر الخارجي النقط تتحط على الحروف يعني، وهنشوف الدنيا هتستقر على ايه في النهايه. لكن حسام حسن مش على حساب ازارو خالص، مفيش اي كلام مع حسام حسن. المدير الفني يجدد الثقه في محسن، مروان محسن يعني، وهو ما فقدش الثقه اصلا فيه. وعبد الحفيظ يعد الشناوي بالاحتراف. دي بقى جزئيه مهمه قوي. من امتى النادي الاهلي بيعد اي لاعب بالاحتراف او بشيء ما؟ انت راجل مرتبط معايا بعقد، كل واحد ليه حقوق وواجبات، ده طبيعي جدا. وكل واحد في النادي الاهلي مسؤول، لاعب، عضو جهاز فني، عارف دوره كويس وحدوده كويس جدا. القصه وما فيها ان لو جه عرض مميز ومناسب للاهلي وللشناوي اكيد هيتم دراسته. المصلحه بتاعت النادي الاهلي هتكون فين، مصلحه اللاعب هتكون فين، وفي الاخر يتم اتخاذ القرار، ده شيء طبيعي. لكن وعود، لا، ما فيش حاجه اسمها وعود يعني. مش هوعدك ان انت هتسافر هتاخد تجربه احترافيه يعني وكلام من ده، لا، مش موجود في النادي الاهلي. لكن دايما اي لعيب طبيعي جدا طبعا موجود في النادي الاهلي، فبالتالي هو لعيب كواليتي عالي، ما بالك طبعا الشناوي مميز جدا خلال الفتره دي بالتحديد، فطبيعي انه يجي له عروض. لما يجي عرض رسمي هيتم دراسته، بس الموضوع ابسط من البساطه يعني في الحقيقه. ده فيما يتعلق بالشناوي. بالمناسبه النهارده بالليل في حلقه في سهره مع، من خلال زميلي العزيز كابتن اسلام الشاطر، هيستضيف الكابتن سعد عبد الحفيظ. حلقه تكون مهمه جدا الساعه 11 بالليل، هيرد اكيد بشكل اكبر كمان على كل هذه الامور، لان هو مسؤول ومدير الكره في النادي الاهلي، فاكيد هيبقى فيه تساؤلات عديده من كابتن اسلام الشاطر. تابعوا الحلقه دي هتلاقوا كل الاجابات اللي انتم عايزين تعرفوها يعني. طيب، دي كانت اخبار الاهلي في الصحف، لسه في اخبار عن النادي الاهلي في المواقع نشوفها. يلا، الموقع الرسمي للاهلي، عبد الحفيظ يتحدث عن موعد السفر للامارات ومصير الوديات. اليوم السابع، فايلر يناقش مع جهاز الاهلي ملف الصفقات الشتويه. موقع مبتدا، بشرى التاخير لفايلر قبل المعسكر الخارجي. الفجر، فايلر يعلن موقف صلاح جمعه النهائي مع الاهلي. صدى البلد، محاضره نظريه من فايلر للاعبي الاهلي في مران اليوم. الجمهوريه، الصفقات الجديده صداع في راس فايلر. شروق، الاهلي يستعيد قوته الكامله قبل السفر للامارات. اليوم السابع، التفاؤل شعار محمد محمود بعد اجراء جراحه الصليب بنجاح. الاهلي كيان، الاهلي رمز، الاهلي عزيمه، الاهلي اصرار، الاهلي دايما بيلعب حتى الثانيه الاخيره. الدقيقة الأولى من الواس المحتسب بدل الضايع. سمير كابونا في الوقت الخاطئ. أقدامك فيها هدف قاتل 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 بمهارة الهدافين بروعة المبدعين. مش معقولين بالمرة في الدقيقة 94. نبتدي بتصريحات الكابتن سعد عبد الحفيظ مع الموقع الرسمي للنادي الاهلي، واللي بيتكلم عن السفر والميعاد امتى والوديات مصيرها ايه. السفر خلاص يوم الخميس،
الوديات حتى الان وديه واحده فقط، وحسب احتياجات الجهاز الفني وبرنامج الجهاز الفني الخاص باللاعبين هل هيبقى في وديه اخرى ولا لا، هل الوقت هيسمح ولا لا، الكلام ده هنشوفه خلال الايام اللي جايه. نروح للخبر اللي بعده من اليوم السابع. اليوم السابع بتقول ايه؟ فايلر يناقش مع جهاز الاهلي ملف الصفقات الشتويه. الناس مستعجله شويه على الملف ده، طبيعي الصفقات الناس كلها بتبقى مهتمه بيها، تبقى عايز تعرف مين اللاعب اللي هيجي، اللاعب اللي هيمشي، كلام من ده، لكن بجد الكلام سابق لاوانه يعني، لسه شهر واحد، لسه بدري، وهنقعد نعيد ونزيد في نفس الكلام على مدار الايام اللي فاتت والنهارده والايام اللي جايه كمان، لان الحديث هيستمر في هذه الجزئيه. لكن في استقرار على مراكز بنسبه ما، انت يحق لك تجيب اثنين لعيبه، مستقر على مركزين او بنسبه ما، من غير ما نقول ايه هم المركزين، الجهاز الفني مستقر، الاسماء اللي هيتم التعاقد معاها لسه مش بشكل نهائي، ما تمش الاستقرار. طيب نروح للخبر اللي بعده، موقع مبتدا، بشرة خير لفايلر قبل المعسكر الخارجي. هو قصدهم يعني انضمام اللاعبين كلهم للمعسكر بشكل نهائي النهارده، زي ما قلت لحضراتكم ناقص بس علي معلول وجيرالدو، والكل هيكون مع الفريق في الامارات في ميعاد لاعبي المنتخب الاولمبي المصري والمالي. ان شاء الله نتمنى لهم كل توفيق. نروح للفجر، فايلر يعلم موقف صلاح جمعه النهائي مع الاهلي. صلاح جمعه موجود ومكتوب يعني في متن الخبر ان صالح في حسابات الجهاز الفني للنادي الاهلي، وان دي فرصه بالنسبه لصالح جمعه خلال المعسكر اللي جاي في الامارات، وفرصه هتكون مهمه جدا، خصوصا زي ما هم كاتبين برده في الخبر كده بعد اصابه محمد محمود، فبالتالي البديل الوحيد لقفشه هو المفروض يعني صلاح جمعه ما نتكلمش عنه على انه بديل، لانه عنده قدرات رهيبه في الحقيقه، لكن دايما لازم هو يهتم بنفسه، واعتقد الفتره الجايه صلاح جمعه هيعود بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي لانه مركز جدا في التدريبات، وهو في حسابات فايلر زي ما اكدنا لحضراتكم في خبر من الاخبار السابقه. نروح للجمهوريه، ماشي، موقع الجمهوريه قال ايه؟ الصفقات الجديده صداع في راس فايلر، ما فيش صداع ولا حاجه، الناس مستقره جدا على بعض الامور، بعض المراكز اللي محتاجه تدعيم، مركزين بالتحديد تاني، والراجل قيم القايمه في النادي الاهلي بنسبه ما، يعني نسبه كبيره تتخطى ال 85%، وخلال المعسكر هيتم دراسه بعض الامور بشكل اوضح واكبر، وبعد كده يتم اتخاذ القرارات المناسبه للفريق. دي كانت بعض اخبار الاهلي في المواقع، لسه في اخبار محليه وعالميه معانا نتكلم فيها. يلا بابت الوفد، المنتخب يقترب من مواجهه ليبيريا وديا 7 نوفمبر. بوابه فيتو، محمد بركات يتوجه الى جزر الكومور قبل مواجهه منتخبها يوم 18 نوفمبر. البوابه سبورت، الجهاز الفني للمنتخب بيطلب تقريرا طبيا حول اصابه صلاح. الفجر للرياضي، بعد فرمان البدري فتحي كابتن منتخب مصر ومحمد صلاح الخامس. كان ايه لازم سوبر كوره، منتخب كينيا مهددا بالغياب عن مواجهه مصر في منتصف نوفمبر المقبل. بوابه اخبار اليوم، اعلان قائمه المنتخب الاولمبي عقب مران اليوم. الوطن سبورت، شوقي غريب ولاعبو المنتخب الاولمبي يطمئنون على محمد محمود. الجمهوريه اونلاين، ازمه في الجبليه بشان الغاء مسابقه كاس مصر. اليوم السابع، الانديه تطلب الاجتماع باللجنه الخماسيه بعد الغاء الجمعيه العموميه. صدى البلد، بمعاونة عنصر نسائي أمين عمر يمثل مصر في مونديال البرازيل. بابة الأهرام، ذا صن، صلاح قد يكون بديلا لكريستيانو رونالدو في يوفنتوس. موقع بطولات، تقارير أزمة جديدة بين راموس وبيريز في ريال مدريد. موقع في الجول، ميسي، سأحاول إقناع عائلتي باللعب في الأرجنتين رغم أن ابني لا يحب البقاء فيها. كورة، إبراهيموفيتش يلمح للعودة إلى إسبانيا. سبورت 360، أوباميانج يستعد للرحيل عن أرسنال في نهاية الموسم. باوت لوفد بتتكلم عن منتخب مصر، وقالت إن المنتخب يقترب من مواجهة ليبيريا وديا 7 نوفمبر. احنا عارفين ان كابتن حسام بدري بيرغب في ايجاد مباراه وديه
رغم ان دي مش اجنده دوليه، فهتلعب المباراه الوديه دي لو اتلعبت باذن الله مع ليبيريا، ونتمنى ان هي تتلعب عشان يكون في اكبر استفاده ممكنه للكابتن حسام البدري والجهاز المعاون. فالمباراه هتكون يوم 7، وكان الموضوع ما بين ليبيريا وجيبوتي، جيبوتي اعتذرت لان الوقت كان ضيق وكان نفسهم يلعبوا الماتش ده، لكن الوقت كان ضيق ما لحقوش يعني يستقروا بشكل نهائي، فالاقرب ليبيريا. والمباراه دي هتتلعب من غير المحترفين في حاله اقامتها يوم 7 نوفمبر باذن الله، ولو اتلعبت هتبقى في استاد الجيش ببرج العرب. نروح لبوابه فيتو، محمد بركات يتوجه الى جزر القمر قبل مواجهه منتخبها يوم 18 نوفمبر. احنا عندنا مباراه يوم 14 الاول مع كينيا، بعد المباراه مباشره كابتن محمد بركات هيروح جزر القمر عشان يرتب كل الامور الخاصه باقامه المنتخب وملاعب التدريبات استعدادا للمواجهه الثانيه والجوله الثانيه بالتحديد في التصفيات المؤهله لامم افريقيا 2021 بالكاميرون امام فريق او منتخب جزر القمر. نروح للبوابه سبورت، الجهاز الفني المنتخب يطلب تقريرا طبيا حول اصابه صلاح. احنا عارفين صلاح في المباراه الاخيره تعرض لإصابة أمام توتنهام، أو الإصابة تجددت يعني بمعنى أوضح بعد إصابته في مباراة ليستر سيتي، فبالتالي الجهاز الفني عايز يطمن على صلاح فمطالب تقرير طبي عشان يعرف هل صلاح بإمكانه يكون متواجد. لسه 12 يوم تقريبا على انضمام محمد صلاح أو اللاعبين المحترفين لمعسكر المنتخب، فالتقرير ده هو اللي هيبين بنسبة كبيرة. بالمناسبة النهارده في مباراة ليفربول وأرسنال في الكاراباو كاب، وصلاح بالنسبه لي مش هيلعب لان طبعا الاصابه مش جاهز بنسبه 100%، بس هيتم تجهيزه للمباراه المقبله في الدوري الانجليزي باذن الله يوم السبت المقبل اعتقد امام استون فيلا امام تريزيجيه. فهنشوف يعني صلاح هيقدر يشارك مع المنتخب في المعسكر الجاي ولا لا. نروح للفجر الرياضي، بعد فرمان البدري فتحي كابتن منتخب مصر محمد صلاح، طبعا محمد صلاح خامس يعني. طبعا احنا عارفين الكلام الكتير خلال الفتره اللي فاتت بخصوص هذا الملف، وللاسف اللي اثار هذا الملف هو كابتن حسام بدري هو الجهاز الفني. عشان نبقى صراحه يعني كابتن حسام بدري طلع في تصريحات تلفزيونيه قال يا جماعه انتوا بتتكلموا في ايه، لا ده الاقدميه واحنا هنمشي بالاقدميه، وكان في تفكير لان محمدي مش موجود في المعسكر اللي فات ولا المعسكر الجاي، فبالتالي طبعا احمد فتحي هو موجود فهو هو كابتن فريق، واحنا خلاص خدنا مبدا وسياسه هنستمر بيها وهي سياسه الاقدميه. فموضوع ما كانش ليه لازمه من الاول في الحقيقه، لكن في كل الاحوال ان شاء الله خير للمنتخب خلال الفتره اللي جايه. سوبر كوره، منتخب كينيا مهددا بالغياب عن مواجهه مصر في منتصف نوفمبر المقبل، عندهم بعض الازمات الماليه ورئيس الاتحاد الكيني يعني لام الحكومه الكينيه، فيعني عندهم بعض المشاكل كده. هنشوف المباراه هتتلعب ولا لا، بس اعتقد هتتلعب يعني. نروح لبوابه اخبار اليوم، اعلان قائمه المنتخب الاولمبي عقب مران اليوم، ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. المنتخب الاولمبي عنده تحدي مهم قوي قوي وكلنا في ظهره وهنسنده وهنحضر مباريات في الاستاد استاد القاهره والمجموعه الاولى طبعا على راسها مصر، معنا مالي اول مباراه ومعانا غانا والكاميرون على ما اتذكر، وبالتالي بطوله مهمه جدا مؤهله لاولمبياد طوكيو وده الهدف الاسمى يعني. فالنهارده هيتم استبعاد 4 أو 5 لاعبين ويتم الاستقرار في النهايه على قائمه المنتخب المكون من 21 لاعب، خلال دقائق اعتقد هيتم الاعلان على هذه القائمه. نروح لفين؟ نروح للوطن سبورت. شوقي غريب ولاعب المنتخب الاولمبي يطمئنون على محمد محمود، النهارده كان في بعض الاتصالات كده سواء مع وكيل اللاعب او مع اللاعب نفسه بعد اجراء الجراحه من خلال كابتن شوقي غريب ولاعب المنتخب الاولمبي، خصوصا ان محمد محمود كان موجود في القائمه المبدئيه، بس للاسف اليوم اللي تم فيه الاعلان عن قائمه بتواجد محمد محمود للاسف تعرض للاصابه، ان شاء الله يعود سالما باذن الله. بوابه الاهرام، بعض الاخبار العالميه بالتحديد صحيفه ذا صن بتتكلم وتقول ان صلاح قد يكون بديلا لكريستيانو رونالدو في يوفنتوس، وبيقولوا ان في بعض كشافي يوفنتوس، انا معترض على كلمه كشافي، هو محمد صلاح مش محتاج حد يقعد يتابعه ويتفرج عليه يعني، قيمه كبيره ونجم عالمي يعني، افضل رابع لاعب على مستوى العالم في المركز الرابع والسنه اللي فاتت كان الثالث، فمش محتاج كشافي دي، لكن هو بيقول يعني في كل الاحوال ان يوفنتوس بتفكر في تعويض كريستيانو رونالدو بعد اعتزاله بمحمد صلاح، هنشوف. بطولات، تقارير، أزمة جديدة بين راموس وبيريز في ريال مدريد، الأزمة بتتمثل في إيه؟ إن راموس عايز يستمر مع ريال مدريد لحد الاعتزال وعايز يبقى ليه عقد جديد، هو عقده الحالي يخلص في 2021. فبالتالي بيريز بيفكر كتير قبل تقديم عرض جديد لراموس، خصوصًا إن هو بعد سنتين هيكون تم 35 سنة. فالموضوع لسه مش محسوم، فبيقولوا يعني ممكن أزمة تكون على وشك الحدوث في ريال مدريد. سريعًا نروح لموقع كورة، إبراهيموفيتش بيلمح العودة لإسبانيا، هو كان عمل كده يعني فيديو صغير على الأكاونتات بتاعته على السوشيال ميديا وقال مرحبا إسبانيا، فبالتالي الناس قالت ممكن يرجع إسبانيا أو ممكن ينضم. هو كان موجود طبعا في برشلونة في فترة من الفترات، قعد سنة تقريبا أيام جوارديولا، فهنشوف إبراهيموفيتش هيروح فين، عقده بالمناسبة يخلص آخر السنة
يعني في شهر 12 عقده يخلص يعني شهر 1 هو فري يروح اي نادي هو عايزه. اخر الخبر معنا سبورت 360 اوباميانج يستعد للرحيل عن ارسنال في نهايه الموسم وده بالتحديد هيكون ده طبقا للمكتوب في الخبر يعني هيكون في حاله عدم تاهل ارسنال للتشامبيونز ليج من اول اربعه اوائل لو ما بقوش من اول اربعه في الدوري الانجليزي فبالتالي هيكون في اتجاه كبير عند اوباميانج اللي ناقص سنه في عقده للرحيل عن ارسنال وهيكون الرحيل مجاني بعد ما السنه دي تخلص. هو عنده اوباميانج عنده 30 سنه بس لعيب هداف ومميز جدا في الحقيقه. طيب دي كانت بعض الاخبار المهمه جدا سواء اخبار محليه او اخبار عالميه. هروح لفاصل سريع بعد الفاصل معايا ضيف عزيز جدا وهو الاستاذ محسن لملوم مدير تحرير الاهرام الرياضي هنستفيد في الحديث في العديد والعديد من الامور السنونة. استاذ محسن لملوم مدير تحرير الاهرام الرياضي بينورنا وشرفنا. اهلا بك يا استاذ محسن. اهلا بك يا ابن امير. اخبارك ايه؟ اخبارك انت؟ وحشني. انت اكتر الله ربنا يخليك. عندنا كلام كتير هنتكلم فيه خلينا نبتدي بالنادي الاهلي. والفتره المقبله ومدى اهميتها بالتحديد قبل تحديات مهمه قوي افريقيا ومحليا ومدى اهميه المعسكر كمان لان المعسكر بعد بكره الفريق هيسافر ان شاء الله للامارات. صحيح. فعايز اتكلم في بعض الجوانب يعني بتخص الفريق رايك ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز اقول لك ان للاسف الشديد جدا تاجيل الدوري اللي ما كانش ليه اي لازمه ده هو اضر بكل الفرق ومنهم طبعا النادي الاهلي مش بالنادي الاهلي بس الاكثر تضررا النادي الاهلي لانه عشان هو كان لحد ما عنده ثبات في 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 التشكيل والكيرف كان بيعلى فمنطقيا يبقى هو اكثر الخاسرين من تاجيل الدوري. لكن بشكل عام وطبعا اضرب الناس كلها لان لطول فتره التوقف يعني لكن تخيل انها تبتدي الدوري بعد يوم 22 نوفمبر بالزبط. يعني بعد شهر واحنا واقفين بقى لنا مثلا اسبوعين لا يعني شهر ونص ده كتير جدا بدون داعي. كان مفترض ان انت ترجع الدوري تلعب عادي جدا بعد بطوله كاس امم افريقيا تحت 23 سنه. انت النهارده بترجع وعندك 16 مباراه مؤجله ده رقم كبير جدا ما بيحصلش يعني بعد بدايه الدوري يعني صعب. بالظبط يعني انت عندك اسبوع بحاله متاجل من الاسبوع السادس كله وبعدين عندك سبع ماتشات ما بين الخامس بقى والرابع والثالث وهكذا. لا ده طبعا حمل كبير جدا فده بشكل عام عشان بس للامانه وكل الانديه وان كان الاهلي اكثرهم تضرر لكن طبعا هي فرصه برضو في المقابل ان هو يعرف ان فيلر يقرب اكتر واكتر ملعبه وطبعا كان عنده الحته دي كان بدا كان بيعمل روتيشن بشكل كويس جدا وماشي مع الفريق بشكل رائع اكثر من رائع كمان خلينا نتكلم بامانه. فدي برضو فتره يعني يخليه يعني اعتقد انه هيستفيد من الضرر البسيط ده يعني ياخد منه اكبر استفاده ان هو المعسكر يلعب مباراه بنياس اذا كان في ماتش تاني لسه ما تحددش ممكن لما يرجع يلعب مباراه اكيد هيلعب طبعا ماتشات تانية. هو ماتش بنياس تقريبا مش هيتلعب يعني لان بنياس عندهم مباريات في الدوري هناك ففي الغالب هتلعب مع فريق العروبه في الدرجه الثانيه مش مشكله ايا يعني كان هي عامه مش هتفرق يعني في الاول في الاخر دي مباراه وديه بالظبط لكن وطبعا هيكون غايب عنك تقريبا اغلب اللعيبه فهي فرصه برضو لان هو يعرف الفريق اكتر واكتر وهيكون برضو عين على الجزء اللي هو المحترفين عفوا الدوليين سواء كان في المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي اللي طبعا هيكون مباراته اكثر جديه طبعا بحكم ان كاس الامم الافريقيه وعلى ارضك وعندك عدد برضو اساسي عندك لعيبه اساسيين زي رمضان صبحي والبقيه فدي فرصه برضو للفيلر ان انت تعرف يعني تحط ايدك على اللعيبه اكتر او تعرف قدرات اللعيبه اكتر تقرب منهم اكتر واكتر وان كان طبعا كل ده اي لو 100 ماتش ودي ما لا يضاهي مباراه واحده رسميه بضغوطها بانفعالاتها بالحمل اللي بيكون على اللعيبه المباراه دي تبقى مباراه تجريبيه في الاول وفي الاخر ما فيهاش نفس الضغوط ولكن ده الامر الواقع اللي احنا فيه فهي برضو فرصه لفيلر ان هو يقرب اكتر واكتر من اللعيبه وقدراتهم. ممكن يكون قائم اللاعبين بنسبه كام مثلا يا استاذ محسن خلال الفتره اللي فاتت دي يعني منذ تولي المسؤوليه؟ يعني هو تولى المسؤوليه من اول السنه ما لعبش الماتشات الدوري بالظبط واللي هو ماتشات افريقيا فاعتقد هو ممكن يعني 60 70 من 60 ل 70% في وضع ايده على قدرات اللعيبه مع الوقت بيجيب اكتر ممكن يعني. بعد المعسكر يوصل ل 100% من التقييم ولا صعب برضه لا يعني ممكن تبقى 90 اكتر ممكن توصل ل 90 ما اعتقدش 100% دي اصل هو زي ما قلت لحضرتك ان ولا 100 مباراه وديه ان شاء الله مع ريال مدريد وبرشلونه حتى تضاهي مباراه واحده رسميه بضغوطها حتى لو عدد كبير جدا من اللاعبين شاركوا في مباريات رسميه مع مستر فيلر ماتشات
ماشي اوكي، هو فعلا ده هو نجح في ده، احنا كلنا بنشيد بمستر فيلر اللي هو اثنين او ثلاثه اللي ما لعبوش، يعني بنشيد بيه في قصه الريتيشن اللي هو عمله. اكيد هيعمل اكتر في المباريات الوديه بس برضو طبقا المباراه الرسميه زي ما بقول لك ان هي ضغوطها بتبقى اعلى شويه، حتى لو كانت مباراه مع فريق حتى متزلج جدول الدوري مش مشكله، بس بيبقى ضغوطها والفريق الثاني يبقى عنده هدف او باعث ان هو يلعبك بشكل يظهر بشكل كويس قدام النادي الاهلي، بالعكس بتبقى ماتشات صعبه اكتر. لكن الماتشات الوديه كلنا متفقين ان بتبقى تجريبيه، مش مهم ده كسبت ستة زي اتغلبت ستة مش فارقه يعني. بتبقى التغييرات مفتوحه، اللعيبه بتخش على بعضها بشكل جامد او بشكل قوي عشان ما تصيبش بعض يعني. الامور دي الوديات بتبقى يعني حاجه كده يعني مش لا ترك طبعا لضغوط المباريات الرسميه. فاعتقد عشان كده بقول لك ان هو مش هيصل لدرجه 100% او هيصل لدرجه 100% مع تتالي مباريات. انا في رايي ان هو بعد توقف بعد فتره التوقف بتاع الدوري بعد كاس الامم الافريقيه هي تبدا الاختبار الحقيقي لفيلر والنادي الاهلي، ليس فقط على المستوى المحلي، لكن لو تتذكر هيبدا بمباراتين في الجوله الاولى والجوله الثانيه في دور الابطال. ماتشين قويين جدا جدا جدا، هتلاعب النجم الساحلي في تونس وهتلاعب الهلال في القاهره، ودول المباراتين اللي هو مع الفرقتين الاقوى اللي معاك في المجموعه، مع كامل احترامي طبعا للفريق اللي هو بطل زيمبابوي تقريبا بلاتيني بلاتيني. هو المرشح ان هو على الورق طبعا يكون رابع المجموعه او امتزاج المجموعه. لكن الفرقتين دول او الثلاث فرق دول الاهلي والنجم والهلال كل الناس بتتوقع يكون الاثنين متاهلين منهم، طبعا ان شاء الله يكون منهم النادي الاهلي وعلى القمه كمان، لكن برضو في النهايه انت هتواجه الاثنين المنافسين المباشرين بتوعك، زي ما كانك بتواجه كده مثلا في الدوري المصري الزمالك ومثلا بيراميدز. دي بالنسبه لك ماتشين ورا بعض بيحددوا شكل البطوله بالنسبه لك، فهم هيحددوا الماتشين دول هيحددوا طريق النادي الاهلي في البطوله الافريقيه او في دور المجموعات، وان شاء الله يكمل. بالاضافه طبعا لماتشات الدور اللي هترجع هتبقى العمليه اكثر سخونه مع النادي الاهلي، والماتشات دخلت بشكل جدي، عشان كده هيصل فيلر هيضع ايديه على 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 الفريق بشكل اكبر بعد فتره التوقف. طيب خلينا اقول سريعا البرنامج الخاص بمحمد محمود بعد جراحه الصليبي النهارده، فبالتالي هو هيقعد في المستشفى هناك في المانيا لغايه يوم الجمعه. وبعد ما يخرج من المستشفى هيعمل برنامج التاهيل بتاعه الخاص بالاصابه لحد يوم 20 نوفمبر في المانيا، دي المرحله الاولى، وبعد كده يرجع على القاهره في المرحله الثانيه عشان يواصل مراحل العلاج والتاهيل بعد اصابته طبعا بالرباط الصليبي. نتمنى له ان شاء الله باذن الله ربنا يشفيه يا رب، ان هو يعود سريعا، يكون عنده عزيمه ان هو يستحمل ان هو يحصل له اعتقد باينه في الصوره النهارده. شفت الصوره؟ شفتها طبعا اللي هو عامل كده. انا فاهم، بس برضو مع صغر سنه كانت ممكن تخلص عليه بدري يعني، لانه اللاعب ما عندوش خبرات لسه بيبدا حياته في النادي الاهلي. يعني حظه سيء جدا يعني، خد عين زي ما بيقولوا قويا، ان لما ياخد رباط صليبي في حد ذاتها كارثه، بياخد اثنين رباط صليبي بالزبط. يعني انت لو في الوقت هو بيرجع فيه خلاص هو جاهز بيرجع فبياخد الثاني. سبحان الله يعني، حصل طبعا للاعيبه تانيين او لاعيبه قبل كده وقدروا يتمسكوا، اقربهم يمكن احمد حجازي اول ما احترف في ايطاليا خد اثنين رباط صليبي ورا بعض بالظبط مع فرنتينا، يمكن انا كنت معاه حتى في الفتره دي في ايطاليا. فبقول له انت تقبلت ده ازاي يعني؟ شرح لي الحته دي. إيه؟ فقال لي والله انا كنت بصراحه يعني احلامي كلها بتنهار، بس كان في زياره لمونتيلا، كان مدير فني الفريق وقتها. طبعا ده كان مونتيلا كان لاعب كبير طبعاً في روما طبعاً. في الالفيه، في بدايه الالفيه كان لاعب كبير. فهو قال لي اول ما مونتيلا قال له لا شد حيلك احنا كلنا في انتظارك، يعني كانت امور فيها معنويات اكتر مع كل الفريق اللعيبه زاروه. بالاضافه طبعا ده خلق جواه هو نفسه حاله من الاصرار والعزيمه ان هو يرجع تاني، ورجع طبعا. واحمد حجازي شفنا كمل مسيرته النادي الاهلي ومنتخب مصر وكاس العالم وراح الدوري الانجليزي، في النهايه قدر يكمل. فده كان اكبر تخوف على محمد محمود، لكنه ان شاء الله زي ما تقول الصوره ودعم الناس كلها عنده امثله تديله دافع كبير. بالظبط يعني يقدر هو يرجع تاني ان شاء الله، ولسه صغير يعني ما جاتش من سنه يعني، يعتبر نفسه لسه ما انضمش للاهلي ان شاء الله باذن الله. دي الصوره طبعا بتاعته النهارده بعد اجراء الجراحه. وان شاء الله كده ربنا يشفيه باذن الله يا رب ان شاء الله. الموقف بيفكرني باكوتي، فاكر اكوتي لما جه اكوتي من مصر؟ ده ما لعبش كتير، هو لعب 7 دقائق، لعب 7 دقائق في ماتش انيمبا في نيجيريا. انا كنت معاهم بالمناسبه في المباراه دي، كنت في ارض الملعب. هو كان جاي ساعتها كان برقم كبير، كان لعيب جامد قوي قوي جامد جدا يعني. اول 7 دقائق يمكن الماتش ده تحديدا كان نقطه تحول بالمناسبه يعني، خلينا ابعد شويه عن الماتش، لكن كان نقطه تحول في النادي الاهلي، لان هو كان خد بطوله افريقيا من 2001 وراجع عشان ياخد بطوله افريقيا مع مانويل جوزيه وهو في على خطوه البطوله دي. وكان انيمبا كان واخد بطوله افريقيا مرتين ورا بعض، على مره على حساب الاسماعيلي، رغم ان كان الاسماعيلي كان كسبه 6
بس هو في قبله تاني في النهائي قدر يكسب الاسماعيلي 2-0 وخسر 1-0 وخد البطوله. فالمباراه دي كنت انت بتزيح البطل، انت بتدي بالظبط 1-0 هناك بهدف عماد متعب، 1-0 هدف عماد متعب وهو بتريكا بالظبط. وكان دي كان تاني مباراه على فكره، الجوله الثانيه لان الجوله الاولى كان الاهلي كسب هنا، الرجاء المغربي كان فريق قوي جدا وكسبوا بهدف محمد شوقي الصاروخي ملعب المواليد. فالمباراه دي كانت الملعب ملعب ابا في نيجيريا كان صعب جدا، الرحله شاقه جدا، الامور مش كويسه خالص بالنسبه للنادي الاهلي. على فكره الرحله دي كانت سبب في ان النادي الاهلي بعد كده ياخد معاه طباخ الرحله والله. دي تحديدا كان رئيس البعثه يعني البدايه بعد الرحله دي هي الرحله طباخ مع كابتن خالد مرتجي، كان هو كان عضو مجلس اداره ساعتها وكان رئيس البعثه. فدخل شاف الامور الاكل بتعدي ازاي، قال لك لا اللعيبه شافوا كده مش هياكلوا. فوقف بنفسه حتى في يغسل الفراخ والله العظيم الواقع دي حقيقي. وبعدين قدم تقرير لمجلس الاداره قال لهم من هنا ورايح لازم طباخ. فمن الرحله اللي بعديها بدا النادي الاهلي ياخد طباخ معاه في كل الرحلات الخارجيه حتى في شمال افريقيا يعني اللي هي البلاد العربيه زينا والاكل فيها عادي بس برضه عشان تبقى الامور كويسه من الرحله دي. فالنادي الاهلي في الاول 7 دقائق وانت داخل المباراه هي المصيريه انت يا انيمبا يكمل وياخد البطوله يا انت بتشيل بتزيح واحد من طريقك. وده اللي عمله النادي الاهلي في البطوله دي. ورغم ان اكوتي بقى نرجع لاكوتي ان هو في اول في الدقيقه 7 اصيب، طبعا ما كانش حد عارف ساعتها ان رباط صليبي عرفنا بعد الشوط الاولاني ان هو كانت اصابه في الرباط الصليبي وغاب بقى وغاب بعد كده ما جاش تاني يعني. لكن الاهلي كمل مشواره. بس على فكره شارك مع النادي الاهلي في نهائي صفاقس يعني ايوه بس ما كانش ليه بصمه كبيره. انا اصلا ما كانش اكوتي بقى المكان اللي كان جمهور النادي الاهلي مستنيه. بس يعني كل ده طبعا قدر ونصيب. لكن محمد محمود صغير فاكر البطوله دي احنا ما خسرناش ولا ماتش. انا فاكره كانت البطوله دي كانت كلها عبر بالمناسبه يعني. في الدور التمهيدي انت كسبت اتحاد العاصمه في ارضه في الجزائر 1-0 هدف بركات في ملعب النار ملعب الحديد والنار او ملعب جهنم زي ما بيقولوا على ملعب الحملاوي في الجزائر، وانت كسبت 1-0 وجيت هنا. دي كانت المباراه اللي اتشال فيها شرط القياده من عصام الحضري لانه استهتر وكان هيطلع النادي الاهلي يومها اتعادل 2-2 كان مغلوب 1 وبعدين اتعادل وبعدين اتقدم 2-1 وخلاص الامور بتصير في صالح النادي الاهلي. هو عمل ضربه جزاء بدون اي داعي باستهتار منه تعادلوا منها وكان ممكن نخرج من البطوله او الاهلي يخرج من البطوله في الوقت ده وتضيع الحلم للاهلي من بدايته. عشان كده مانويل جوزيه حرمه من شرط القياده. شخصيه مانويل جوزيه هي اللي حرمت عقب هو ساعتها عصام الحضري طبعا اعتراف ان هو حارس عظيم طبعا ولكن هو عاقبه في الحته دي لانه استهتر ومن يومها ما خدش شاره. وبعدها طبعا بكام سنه حصل اللي حصل وكنا هنخسر مباراه من الرجاء هناك الا هدف لما جه هدف عماد متعب في اخر ثانيه التعادل برضه بس كان هدف جميل كان هدف توقع عليه يعني بالظبط كان في نفس الدور في نفس البطوله دي بالمناسبه يعني كان حديث ذكريات كده ما ننساش دايما احنا الاحداث السعيده بالنسبه للنادي الاهلي يعني طبعا ان شاء الله نتمنى ان هي تتكرر السنه دي باذن الله ويرجع النادي الاهلي يفوز بهذا اللقب. بالتالي بما اننا بنتكلم على هذا اللقب وبطوله دوري ابطال افريقيا، شايف الاهلي السنه دي قادر على اعاده هذا اللقب للجمهور الكبير بالشكل اللي انا شايف بيه النادي الاهلي اللي بدا بيه الدوري السنه دي قادر جدا يعني. تقدر تقول النادي الاهلي لما بتيجي تشوف المجموعات لا خوف على النادي الاهلي من اي فريق كان يقع معاه يعني سان داونز مش قوي بس هو بس سان داونز متعلق معاك ان هو كسبك 5 فلازم فدي حته لكن انت ما فيش اي فريق بيضيرك يعني انت حتى الترتيب انا اراه في صالح النادي الاهلي جدا فيما لو النادي الاهلي اكمل بهذا الشكل. هتقول لي ليه؟ اقول لك ان هو من مجموعته مرشح يتاهل هو النجم صح يترشح اول هيقابل واحد من التواني التانيين المجموعات التانيه اللي هو مرشح انت عندك الوداد مرشح يكون اول الترجي يكون اول مازيمبي يكون اول مع احترامي طبعا للنادي الزمالك وان كان الزمالك طبعا لا يعني صعبه شويه ممكن الزمالك يا الزمالك يا مازيمبي يا الزمالك يا مازيمبي خلينا نكون انا بتكلم على مازيمبي ان هو بقى له فتره يعني طبعا. لكن ايا كان فانت بقيه الفرق لا تدر النادي الاهلي يعني لو طلع سان داونز تاني لو طلع الرجاء تاني طبعا مع احترامي ليهم لكل مباراه ظروفها الله اعلم اللي يحصل لكن انت هتستفيد النادي الاهلي انت مباراه دور ال 16 انا بتكلم على النادي الاهلي ان شاء الله يصعد ويتاهل من دور المجموعات مباراه دور ال 16 انت لما تكسب فيها انت بتضرب عصفورين بحجر اولا بتتخلص من فريق كويس ثانيه وبتصعد طبعا قبل النهائي وثانيا هم بيخلصوا على بعض انت بالفرقه التانيين بيخلصوا على بعض فمش انت مش هتقابل الترجي والوداد والرجاء ومش عارف مش كل هم بيخلصوا على بعض وهتقابل اثنين واحد فيهم في قبل النهائي وواحد فيهم في النهائي وانت عندك ميزه السنه دي كويسه ان البطوله هتبقى من مباراه واحده النهائي النهائي مباراه تحدد الملعب ولا لسه لا لسه ما هو هيتحدد امتى ما كافي يقول كافي ما بيقولش ما بيقولش مش عارف ليه مع ان افريقيا عفوا اوروبا بتتحدد قبلها بسنه بتبقى عارف السنه الجايه هتتلعب فين او وفي اللي ما اعرفش هم بيعملوها ليه مش فاهم انت مش قد حاجه ما كنتش عملتها يمكن القرار ده كان فيه عيوب ومميزات مميزات ان هو طبعا انا مع
ان انت تقلد اوروبا في كره القدم، ده الافضل طبعا. وانت عملت عدلت بطولتك اصلا زيها، ولكن ان انت اوروبا كلها زي بعض، كرواتيا زي اسبانيا زي انجلترا، ما فيش فارق ان انت مثلا ملعب سانتياغو برنابيو مش ميزه ريال مدريد لو تاهل صح. لو وصل النهائي بالعكس ده ريال مدريد حصد كل بطولاته بره، يبقى عليه ضغوط كبيره جدا في ملعبه بالظبط. لكن انت هنا ما اقدرش اقول مثلا كينيا، طب افرض الاهلي والترجي مثلا الزمالك، هو في حاجه هم مش واخدين بالهم منها إيه؟ كل ما يتاخروا في الاعلان عن القرار النهائي بيبقى فيها احراج اكتر، فبيبقى فيها احراج اكتر لان انت مع توالي المباريات في النهايه هيعمل ايه؟ هو في النهايه هيضطر ما يحطش فريق بلد من الفرقتين اللي واصلين، يعني لو افترضنا مثلا فريق مصري ايا كان اهلي او زمالك وفريق تونسي ترجي مثلا ونجم، خلاص يبقى النهائي في المغرب. فريق مغربي مع فريق تونسي النهائي في مصر. فريق جزائري مع مش عارف مين النهائي في جنوب افريقيا. يعني هو هياخد الاتجاه ده، هو مستني كده. ماذا لو تاهل مازيمبي مع احد فرق الشمال الافريقي؟ لو مثلا الترجي مثلا يعني هيقول لك هيلعب في مصر فهيخاف، يقول لك خلاص خليها في جنوب افريقيا، يبقى بلاش عرب وبلاش يعني. هو بيعمل لعبه التوازنات بحكم انه كمان افريقيا ما عندهاش الحريه دي. انت عندك اصلا انت في مشكله كبيره جدا هيواجهها الكاف الفتره الجايه، اللي هو مشكله كاس الامم الافريقيه. مين الدوله اللي تقدر عندك تستحمل 24 منتخب الا مصر وجنوب افريقيا والمغرب والمغرب عشان نكون طبعًا. لكن الجزائر عندها مشاكل في البنيه التحتيه في الملاعب، مشاكل كبيره جدا واي كلام بيتقال دلوقتي لو الجزائر عايزه تنظم بطوله 2023 تبتدي تعب ملاعب من دلوقتي. عندها مشاكل كل سنه، نهائي كاس الجزائر مش عارف هيتلعب فين، والمدينه مش عارفين، ومشاكل فبالك بعدد كبير جدا من الملاعب. الكاميرون اشك ان يكون عندهم، اشك ان البطوله هتقام بعد سنتين في صعب برضه، صعب جدا صعب جدا. ده هو في بداوا قال لك في يمكن في شهر 6 اللي جاي هيدوا قرار نهائي مع الكاميرون، ما يعملوش زي السنه اللي فاتت ويبقى القرار قبل البطوله بخمس شهور، فتيجي مصر دوله زي مصر. طب مين مرشح لو كاميرون تم استبعادها يعني؟ والله في الجزائر، يجوا تاني مصر، الجزائر يجوا تاني مصر، الجزائر بس الجزائر يجوا مصر. طب لا صعب لان يا ريت يجوا مصر والله، هي في النهايه مصر يا جنوب افريقيا، مصر يا جنوب افريقيا. خلينا نتكلم بامانه، لكن انت برضه هتقعد تلف حوالين نفسك، في الاخر هتلاقي هم اربع دول بالزبط. مصر، المغرب، جنوب افريقيا، ممكن تونس والجزائر مع بعض، على اعتبار ان تونس ما عندهاش كم كبير من الملاعب والجزائر اوريدي ما عندهاش ملاعب، بس ممكن يبقى الاثنين مع بعض. ادي حل مثلا من ضمن الحلول. لكن هتفضل كل مره كده. طب يعني مثلا انت كان من كام سنه كده كان غينيا للسعوديه كانت بتنظم، طب هل هتقدر تنظم تاني؟ صعب. مستحيل صعب. ده نظمت بالعافيه. الجابون كان الناس كانت بتدهن العشب الاصفر بدنوب اللون الاخضر عشان يبان، وكلنا شفنا ملعب برجنتيل اللي كان فيه مجموعه مصر كان حاجه سيئه جدا. بس وانت في النهايه بتضطر تشكر دوله الجابون انها انقذت البطوله، او تشكر عفوا الغينيا قبلها برضو انها انقذت البطوله، مع ان الاثنين نظموها مع بعض قبل كده. فطبعا دي امور كارثيه ما بتحصلش الا في افريقيا. فمن ضمن المساوئ دي ان انت حتى في بطوله كاس العالم للانديه المعدله لسه مصر افريقيا ما حسمتش الثلاثه، يعني تخيل اوروبا حسمت، ما قالوش النظام هيبقى ازاي يعني في التاهل. اوروبا حسمت السته خلاص من 2018 لحد 2021، الاربعه دوري ابطال والاربعه دوري اوروبي، الابطال والابطال. يعني دلوقتي اقدر اقول لك اربع فرق موجودين في البطوله دي اللي في الصين، ريال مدريد وليفربول وتشيلسي واتلتيكو مدريد، الاربعه دول موجودين في البطوله خلاص. موجودين، هيتضاف عليهم بقى الاربعه اللي هيكسبوا في السنتين اللي جايين 2021. انت في افريقيا قال لك ايه؟ قال لك البطل والوصيف في اخر بطوله دور ابطال، في كلام كده ان ياخدوا ايه الاثنين اللي اتغلبوا في قبل النهائي يلعبوا مع بعض ماتش. طب الامور مش واضحه، ما فكروش في الكونفدراليه؟ لا ما فكروش، الكونفدراليه بعيده تماما عن دور الابطال. خلينا نتفق يعني كمستوى يعني. بصراحه خلينا نتفق، دي حاجه ما فيهاش عيب يعني. يعني البطوله السنه دي بصراحه ما فيهاش حد، اي حد كان ينزل لها من دور الابطال مبروك عليه. بس يعني حتى كان جنرال مع الزمالك، انا في وجهه نظري لو كان الزمالك لا قدر الله خسر هذه المباراه كان يبقى عنده فرصه ياخد البطوله دي اكبر يعني. طبعا طبعا مش بقلل من نادي الزمالك، لكن دور الابطال، لا نادي الزمالك نادي كبير لكن دور الابطال فيه العمالقه بتاع يعني من اصعب البطولات موجوده في تاريخ دور الابطال هي البطوله دي. مش ممكن بطوله يعني اللي ينجو منها يعني امه دعياله زي ما بيقولوا، لكن البطوله قويه جدا. فعشان كده بقول لك النادي الاهلي بالمستوى ده لا يقدر كتير كمان مع افريقيا، مع الاصرار من عند النادي الاهلي. هو بقاله ست سنين ما خدش البطوله دي وخسرها مرتين في النهائي، فطبعا عنده الباعس اكتر من كل الفرق. ولو ان طبعا كل الفرق بصراحه صعب جدا. انا شايف ان دور الثمانيه هيعمل غربله، بس الجماعه المتوسطين دول يتكلوا على الله، والثمانيه بقى ايه حرب عالميه كرويه افريقيه من دور ال 16 لحد النهائي. البطوله السنه دي دور الثمانيه عفوا لدور النهائي
قويه جدا 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 في مقابل الكونفدراليه مش موجوده بالامانه يعني. طيب عايز ارجع لفايلر في جزئيه بسيطه جدا، احنا كنا اتكلمنا في موضوع عصام الحضري مع مستر مانويل جوزيه وقلنا شخصيه مستر مانويل، هل شايف ان في تقارب بين شخصيه مستر مانويل وفايلر ولا لسه ما نقدرش؟ لا لا صعب صعب نحكم بصراحه لسه، احنا البعض بيحاول يشبه يعني، فانا الناس بتشبه لان الجمهور الاهلي متعطش للاهلي اللي هو بتاع زمان، اللي هو كان اداء ولعب اداء ونتيجه، ده كان دايما النادي الاهلي مثلا يكسب يقول لك اصل الاهلي بيكسب حتى لو وحش، طب ما هو الناس عايزه تشوف كوره يلعب ماتش حلو وما يكسبش، فاقول لك بس الاهلي لعب مباراه قويه جدا. يمكن اتذكر مباراه الاهلي والمصري، الاهلي اتغلب فيها 3-2 في الدوري من سنتين، الاهلي لعب ماتش كويس جدا فعلا. بس ما كان بعض الناس كانت حزينه للخساره الجمهور يعني، لكن كانوا سعداء بالاداء، الاداء كان كويس. الهزيمه بقى كان لها اسباب اخرى او ايا كان، دي كوره في الاول وفي الاخر طبعا. لكن السنه دي هو المعدل اللي حصل في النادي الاهلي اداء مع نتيجه، النادي الاهلي بيكسب 4-5 ومع اداء. يمكن انا فاكر مباراه الاهلي والاسوان اللي اخر ماتش لعبها النادي الاهلي، كان في قبلها المقصه واسوان في ملعب اسوان، كان في تصريح للكابتن ميدو مدير فني المقصه قال انا بحذر النادي الاهلي هيعاني بشكل كبير جدا، والمباراه الساعه 3 في عز الحر ومش عارف الملعب ودي كلها امور بتصب في صالح صاحب الارض المتعود على كده. الاهلي كسب 5-0 ولما تشوف المباراه كان بيسعى لاكتر، بيسعى بيسعى بيسعى، ده ما كانش موجود عند النادي الاهلي حتى السنه اللي فاتت اللي خد فيها الدوري والسنه اللي قبليها، ما كانش موجود مع اي مدير فني، لا لاسهرتي ولا يول ولا الناس اللي جابهم كلهم بصراحه، الكلام ده ما كانش موجود. فهو موجود مع النادي الاهلي السنه دي، عشان كده طموحات جمهور النادي الاهلي عالية جدا، مش بتكلم على الدوري ولكن بتكلم على البطوله الافريقيه التي استعصت على النادي الاهلي منذ 6 سنوات. دي حقيقة. فده الامل للنادي الاهلي ان هو يقدر يرجع على افريقيا ويعوض سنين الاعجاف دي، وخصوصا ان هو داخل على ياخد السنه دي حسب رغبه جمهور النادي الاهلي يعني، بحيث انه يقدر ينافس على البطوله الاهم بطوله 21 اللي هي مؤهله لاقوى بطوله كاس عالم للانديه يمكن في التاريخ، اللي هي هتتلعب 24 فريق في الصين. دي 2021 بعد سنتين اللي هتلعب في الصين في الصيف، دي البطوله اللي هيكون عليها بقى ايه عن العالم كله. أكيد. انت بتتكلم على عندك 8 فرق من اوروبا هم الاقوى، ده اذا كان الاربعه اللي موجودين دلوقتي ريال مدريد واتلتيكو مدريد وليفربول وتشيلسي، فما بالك كمان بتضيف عليهم ممكن برشلونه بقى ممكن، وده هيبقى كويس لان حتى لو اي واحد فيهم خد البطوله دي تاني مش هيتكرر يعني، بياخدوا حد تاني. فده هيدي لك فرصه اكبر ان انت ممكن هتشوف تاني برشلونه وبايرن ميونخ، ولسه جاي لك ما اعرفش مانشستر سيتي فيما لو حصل على اي بطوله، فكل ده بيعلى. البعض بيقول ان البطوله بتاعت كاس العالم بالتحديد للانديه اللي هتكون في 2021 بالنظام الجديد، البعض بيقول هتلعب كل 4 سنين، وحد بيقول كل سنه. لا لا هي 4 سنين، لا لا هي 4 سنين، ما هو 4 سنين ما بقول لحضرتك لسه عشان الاربع فرق ناخد الاربع فرق الاربع اخر اربع ابطال في دوري الابطال. وفي طب هل ده هيقلل من قيمه دوري ابطال افريقيا بالتحديد؟ احنا عندنا هنا الفرق الافريقيه بتبقى متحمسه جدا في البطوله دي عشان توصل كاس العالم للانديه، يعني هي ظالمه شويه لبطوله افريقيا عشان نتكلم بامانه يعني. انا كنت اتوقع بصراحه اوروبا ثلاثه ياخدوا اخر ثلاثه، ولو ان واحده برضه هيتظلم يعني. يعني واحد يعني تخيل واحد ياخد البطوله في 2000 مثلا و18 وثلاث فرق تانيين ياخدوا الثلاثه وهو لا، يعني هي في النهايه ظالمه لحد. بس الكلام ده موجود لسبب، انت عندك كاس الامم الافريقيه ما بتاخدها سنه تخش كاس قارات وسنه ما تخشش. يعني مصر لما خدت بطوله كاس الامم الافريقيه 3 مرات صح دخلت مره صح، كان حظها سيء جدا يعني جدا. 2006 ما كانش فيه كاس قارات، 2008 كان فيه دخلنا، 2010 ما كانش فيه ما دخلناش. يعني انت زيك اللي مصر خدت 3 مرات زي اللي خدها سنه 2012 ما اعرفش بقى كانت نيجيريا ولا مين، زامبيا كانت زامبيا. يعني انت زيك زي زامبيا، انت هي خدتها واحده انت خدتها ثلاثه. الظلم ده يعني بقى مش مقصود بيه حد، هو النظام محطوط كده وانت وبختك يعني زي ما بقول. طب نروح للمنتخب عشان في حاجه غريبه جدا مثلا. يعني امبارح كان في تمرين للمنتخب وانا اتكلمت في الموضوع ده في اول الحلقه. والتمرين ده كان فيه كام لعيب؟ ثلاثه تمام، والثلاثه هيمشوا يعني ثلاثة هيمشوا من المنتخب عشان يرجعوا يوم 5. وفي ظل تواجد 6 مدربين، بتشوف ازاي قرار زي ده يعني؟ هو مش بس القرار ده، هو بصراحة أنا يعني أنا مش قادر أفهم. هو الكابتن حسين بدري ابتدى مع المنتخب، أنا عايز أعرف الفكرة، بثلاث مشكلات منهم اللي أنت بتتكلم فيها دي، ده حاجة مالهاش لازمة يعني. يعني ايه ايه الزنقه ان انت تتدرب يعني؟ حماس زياده ده لو كان رونالدو وميسي يعني وابراموفيتش مش هتدربهم ما ينفعش يعني. لو كان الثلاثه دول مش هتدرب، لو صلاح وساديو ماني ولا ميسي ورونالدو مش مالهاش اي معنى يعني. تدريب بلا معنى. كان انا الاجابه عندي موجوده عند الكابتن حسام بدري يعني، هو اللي جاوب على السؤال ده. انا مش فاهمها زيك. واي افتكاسه هقولها هتبقى افتكاسه. بصراحه هقول ايه ايه الضرر يعني؟ ايه الفايده قصدي؟ مش ايه الضرر، وما فيش ضرر، ما فيش حاجه اصلا، حاجه كده يعني. احنا ايه الفكره؟ عايزين نعرف الفكره. مش فاهمها الفكره عند الجهاز الفني. لكن اللي اقدر اتكلم فيه في المنتخب هو حاجتين، هو عمل لنفسه ازمه بدون ازمه
في مشكله الشارع طبعا، ودي ما لهاش اي داعي. يعني النهارده هو بيقول الكابتن حسام انا خلاص النيابه الاقدميه بعيد او بغض النظر ان حق احمد فتحي وكل الناس حتى على مختلف مويلها، يمكن الكابتن خالد غندور من يومين قالك هو حق احمد فتحي ومش عايز اي كلام، يعني المنافس التقليدي ليك دي مش عايزه كلام. لكن انا بتكلم في جزئيه ايه، انت قلت حاجه زي كده، اولا الكابتن محمد صلاح ما طلبهاش، ثانيا انت كنت تقدر تسيرها بينك وبين اللعيبه، ايه رايك يا فتحي هنعمل كذا، هيقول لك لا يا كابتن مش عارف، طب ياخد راي صلاح، يعني ياخد راي بينه وبين بشكل ودي كده، بشكل ودي، ما اكيد في حاجات كتيره وديانا بدون تصريحات اعلاميه، بدون تصريحات اعلاميه. لكن انت جيت تعملها فانت يعني عملت مشكله ازمه بدون لازمه. اولا انت يعني صلاح حتى لو زعلان او مش زعلان ده ما فيهاش حاجه، ما فيهاش مشاكل، يعني ده نظام يعني متفق عليه في الكره المصريه، يعني انت دايما بالاقدميه، خلاص احنا ماشيين بالاقدميه. الجيل الذهبي للنادي الاهلي اللي كان فيه ابو تريكه وبركات والجمعه واحمد حسن والحضري، كل هذا الجيل مع طبعا احترامي مش بقلل منهم، بس مثلا كان الكابتن احمد السيد مره، كابتن وائل جمعه مره، الكابتن شادي محمد حسب الاقدميه فيهم، يعني مع احترامي مش بقلل منهم طبعا، الكابتن اسامه حسني، لكن ما حدش قال مثلا ايه ادوا بقى البركات، ادي لتريكا، ادي عشان العطاء، ده ملهاش علاقه، يعني ما حدش قال ادي لفلافيو وكان شايل الفرقه وكان هداف دوري، لا دي انت ماشي بنظام خلاص امشي بيه. انت كالمنتخب ماشي بالنظام ده خلاص، خليه بالنظام. انت ليه عملت ازمه بدون لازمه؟ يعني حتى فتحي حط لك العقده في المنشار، قال لك لا لو ما فيش شرط كده انا هسيب المنتخب، وحقه تماما. بقول لحضرتك المنافس الكابتن خالد غندور في برنامجه من يومين قال حق الكابتن احمد امبارح، قال حق الكابتن احمد فتحي، ومحدش يقول غير كده، لان حتى صلاح يعني ايامه جايه، لكن ده راجل وصل لها بعد تعب وحقق حاجات كتير قوي، فحتى بتبقى تقدير معنوي، يعني ما طبعا مش تقدير معنوي، ده شرف ما بعده شرف ان انت تبقى شرط القياده عندك كده. انت بتقلد اوروبا، يعني اكبر مثال عندي يمكن منتخب البرازيل، كان في كاس العالم كان الكابتن مارسيلو لما رجع تيتي راح مديها لنيمار، عايز يخلي نيمار يستفزه، بعد شويه راح شالها من نيمار واداها لتياجو سيلفا، لا داني الفش، وداني الفش داني الفش. طب انت يعني هو قال لك الامور اخلاقيه او سلوكيه، يعني ده برضه عمل نوع من الجدل، الثقافه هناك مختلفه عن هنا يعني، وبعدين هم حرين. انت ماشي بنظام ابدا بيه، زي ما بدات بيه انهي بيه، يعني زي الدوري بدات بنظام الدوري ما تجيش في النص تعدله، كذلك نفس قصه الشرف. فانت كابتن حسام بدر عمل ازمه بدون لازمه، وفي النهايه الحقيقه يعني مش موفق في بعض التصريحات في الحقيقه، دي كان لابد انها ما تخرجش من المنتخب، يعني انتوا عايزين تعملوها جوه وعايزين تدوا شر الكابتن محمد صلاح، اوكي حلوها، ماذا لو وافق احمد فتحي؟ خلاص مفيش مشكله بالظبط. ماذا لو اعلن محمد صلاح ان هو شرط القياده لاحمد فتحي وهو اخوه الكبير مثلا؟ خلاص مفيش مشكله. انتوا ليه بتصدر مشكله والصحافه تعمل ملفات والقياده ونشوف اوروبا عملت ايه، وفي النهايه بترجع لنقطه صفر تاني؟ يعني انت ما غيرتش حاجه، انت قلت يا محمد فتحي لا احنا نديها لمحمد صلاح، لفت ورجعت لاحمد فتحي تاني، طب احنا عملنا ايه؟ طب احنا هو اللي اغلق الازمه كمان كابتن حسام، هو اللي فتح الازمه، هو اللي اغلق الازمه وعمل ازمه بدون لازمه. كذلك طبعا موضوع مثلا ضم كهرباء عمل كتير من الجدل، يعني كابتن كهرباء طبعا لا غبار على موهبته، لكن في الاول وفي الاخر هو بقاله فتره مش موفق معنا دي، مش بيشارك بشكل اساسي، لما شارك ما اضافش، سجل هدف وفريقه خسر كل ماتشاته، هو فريقه ضعيف شويه بس طبعا مش عايزه كلام. يعني انت لو ما ضمتش الكابتن محمود كهربا ما حدش هيلومك، يعني مش هيقول لك انت ما ضمتوش ليه، فانت عملت مشكله ازمه بدون لازمه برضه. طبعا هي قايمه مبدئيه في النهايه ممكن ما يبقاش يعني موجود. انت كنت ضد انضمام كهربا؟ انا مش ضد حد، لكن هو في النهايه ما عندوش، هو بينضم ليه؟ يعني في بعض اللاعبين في قايمه ال 32 ما بيلعبوش الفتره الاخيره، ماشي، ما انا عارف، انا بقول لك ده اكبر مثال، هو ده اللي عملت حله الجدل، بس بسبب الاهلي والزمالك والمشاكل اللي حاصله، بس هو ايه كان في غنى من ده كله، ما عندي مالوش علاقه بالقصه، هو الزمالك اللي ليه علاقه عشان ماشي او الزمالك يعني ايا كان، من دعوه بالاهلي والزمالك خليني في البتاع زي كابتن محمد النني، ما كانش بيشارك مثلا مع ارسنال ولا حتى قاعد على دقه تحتياته ويشارك معانا، يعني انا حتى هو ما اضافش وما عملش وما ومش عارف هو محترف ازاي بصراحه، بس سبحان الله يعني ارزاق. لكن لا هو في كل الاحوال برضه النني قيمه كبيره، يعني في بعض الاحيان بيبقى كلاعب محترف في الدوري الانجليزي دي قمه مش عايزين، لا بس الماتش الاخير بس هو ما خدمش نفسه، الماتش الاخير مع بشكتش اعتقد كانوا بيلعبوا جلاتا سراي وكسبوا 1-0، عمل مباراه مميزه، هو لعيب كويس، بس هو حتى في اللحظه لم يقدم الدليل اللي احنا كمشجعين كوره قبل ما نكون صحفيين او نعمل في الوسط الاعلامي ان هو يبقى محترف في الدوري الانجليزي حتى قبل ما يروح بشكتش، يعني انا ما شفتش ده، يعني حتى هو كان لما كان يعني قعد كام سنه مش احتياطي، لا بره القايمه، يعني
طب انت فين طموحك؟ انت فين طموحك الشخصي؟ انت نفسك عايز تبقى حاجه. يعني كان لاعب محمد صلاح انه راح مثلا فيرنتينا صح، مش نادي القمه، مش ميلان وانتر ميلان وروما عشان يشارك معاه، عايز يشارك وبان منه راح روما صح. ومن روما راح ليفربول، والنهارده بتقول رايح ليفنتس او في كلام ليفنتس وكان في وقت من الاوقات ريال مدريد وبرشلونه وهكذا، لان انت دي سلعه انت هتعرضها فين؟ خلاص ما قداميش. وعنه كان في فريق كبير النادي تشيلسي، بس خلاص المدرب جوزيه مورينيو ما كانش مقتنع بيه في الوقت ده، او ما كانش بيشاركه، يمكن شارك ماتش او اتنين. خلاص الراجل راح اعاره لفرنتينا، اظهر معدنه الحقيقي. انت كان المفروض تعمل كده يا محمد هنني، شوف نادي تقدر تبان عنده قدرات. يعني انت لجأت ان انت تقعد في القائمه بتاعت فريق زي ارسنال لمجرد انه فريق كبير في الكره الانجليزيه وخلاص، لكن انت ما عملتش حاجه، مفيش بصمه. يمكن طيب. البصمه الوحيده كان هدفه في برشلونه. لا في برشلونه، في برشلونه طبعا وهدف النهائي الجابون 2017. لا انا بتكلم على الدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي كان في تشامبيونز ليج ماتش في تشامبيونز ليج ده غلبهم. طب بالتالي شايف المباراه الوديه اللي هيلعبها كابتن حسام بدري بنسبه كبيره مع ليبيريا يوم 7 هتبقى مفيده باذن الله؟ عاديه برضه، عاديه جدا. انا شايف ان هي هو اللي عملها، بس اللي هو طول فتره المعسكر بعد طبعا تاجيل الدوري اللي اتكلمنا عليه في الاول، هو ده اللي خلى فيه مباراه، خلى الجهاز الفني ده يبحث عن مباراه وديه. اوكي مفيش مشاكل، ده طبعا شانه ما اقدرش اتكلم فيه، ما اقدرش اقول له دي وحشه او حلوه. هو قدره طبعا، هو قدره طبعا، لكن انا بقول لك وجهه نظري. بالمناسبه يا جماعه، عشان بس الناس ممكن تفتكر ان احنا بننتقد كابتن حسام بدري، كابتن حسام قيمه كبيره جدا ومدرب كبير وعنده تاريخ ممتاز طبعا، يعني مش عايز طبعا النادي الاهلي او بعض الانديه اللي تولى مهمه تدريبها، لكن في كل الاحوال احنا بنتكلم في بعض الامور يعني لازم نتواصل فيها مع الجمهور المصري بشكل عام، خصوصا ده صحيح. امر بيهم منتخبنا الوطني الاول يعني، فطبيعي ان احنا نتناول وننتقد طبعا بكل ادب واسلوب يكون محترم. اكيد طبعا، اكيد يعني المباراه زي ما انت قلت مباراه يمكن هتبقى مهمه يعني عاديه بس مهمه لسبب، لان انت عندك ماتشين ورا بعض في وقت ضيق جدا، اربع او خمس ايام، ماتش كينيا وماتش جزر القمر. لكن انت طبعا يمكن الماتشات مش بالقوه، لكن ده بيمدي لك تمهيد للاكبر اللي هو كاس العالم، منافسه كاس العالم، انت داخل على تصفيات صعبه جدا زي بتاعه 2014 نسخه مكرره من مباراه غانا. فاحنا عايزين نتخطى ده، لان احنا وصلنا كاس العالم، مش عايزين بقى نقعد كمان 26 28 سنه كلام. احنا قادرين ان شاء الله بالجهاز الفني اللي موجود وباللاعبين، عندنا لاعبين مميزين جدا في مصر في الحقيقه يعني، سواء محليين او محترفين يعني. ان شاء الله ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. اروح للمنتخب الاولمبي سريعا. المنتخب شايف ايه؟ لا المنتخب الاولمبي طبعا هو النهارده، لا ان شاء الله خير، لان هو عنده اثنين اوبشن في او هدفين في البطوله اللي هيشارك فيها. رقم واحد وجهه نظر انا مش مشجع الاولمبيا، رقم واحد الاولمبيا، ودي عندك اريحيه فيها، ان انت عندك لو وصلت المربع الذهبي اكسب مباراه تاخد تتاهل، لو كسبت قبل النهائي خلاص انت يا بطل يا وصيف انت واصل، او لا قدر الله خسرت فتلعب على الثالث والرابع، فانت عندك مباراه تكسب فيها. ده الهدف الرئيسي وليس الكاس. يعني حتى كان الوقت قريب، كانت التصفيات ما كانش فيها كاس، هم عملوها كاس مش مشكله، ده كويس مش وحش اهو، باعث اكبر. لكن الهدف الثاني عندك البطوله، فانت من حسن حظ الكابتن شقه غريب ان انت البطوله دي اي بطوله بتقام على مصر بيبقى الهدف الرئيسي هو المركز الاول، لكن انت عندك الخيارين دول، المركز الاول الا ما تحصل عليه، او خلينا اعدل واحد من الثالث او الثاني او الاول، الا ما تحصل على واحد دول يبقى تاخد البطوله. طبعا هو اللي بيحقق لك كل الحاجات دي، انت تاخد البطوله صح. المركز الاول يبقى خدت البطوله، مجرد وصولك للنهائي انت حققت هدف اساسي اللي هو اولمبياد. بالظبط، مجرد وصولك في النهائي انت مبروك علينا، الهدف فيه ان انت تاخد البطوله ان انت تاخد البطوله. هو طبعا هو معاه جيل طبعا بصراحه مميز جدا جدا جدا، ودايما مصر في الاجيال دي بتبقى في الفتره دي من الجيل بيبقى مميزه، فان شاء الله ربنا يكملها على خير والمنتخب يحقق الاثنين ويفرحنا. القائمه هتعلن النهارده، القائمه النهائيه الخاصه المنتخب الاولمبي في هذه البطوله، وان شاء الله يكونوا موفقين ان شاء الله. نروح سريعا عالميا، وبالتحديد عايز اتكلم على خبر فيما يتعلق بمحمد صلاح واهتمام يوفنتوس باللاعب. وعايز اسالك موضوع الكشافين ده، هل ممكن فعلا يبعتوا كشافين عشان يتفرجوا محمد صلاح ولا هو مش اصل الخبر نزل كده بصراحه، اذا صدق كاتباه كده مش ليه كشافين؟ مش عارف يعني محمد صلاح، مش فاهم. لا غريبة. لا ده من افضل ثلاث لعيبه على مستوى العالم، وحتى في التحليل في الزابيست اخر مره رابع على مستوى العالم، بعد ميسي ورونالدو ومش عارف فان دايك. لا ولسه البالون دور ما نشوف هيطلع كام. بالمناسبه رونالدو الاقرب. رونالدو الاقرب، في تصريحات كده جت ان رونالدو الاقرب. ايا كان محمد صلاح طبعا مش محتاج اصلا كشافين، ما اعرفش الخبر. يمكن حتى كانت ديلي ميلي كانت مسماه صلاح القياسي، يعني اخر مباراه لما كسب فرقته على توتنهام وقال لك 50 هدف 58 مباراه. بالظبط 58 مباراه، تاني لاعب عمل القصه بعد دي بعد روجر. مش فاكر برضه الاسم. فهم سموه صلاح القياسي بسبب الواقعه دي، فانت النهارده مش محتاج ده كله. وبعدين انا كنت قلق على محمد صلاح لما راح ليفنتوس من حاله، كان حد قال ان هم الخبراء قالوا ان الكره الايطاليه دايما بتبقى تعتمد على الدفاع، فصعب على لاعب مهاري زي صلاح ان هو يسجل. بس هو نجح مع فرنتينا، لكن نجح مع فرنتينا ونجح مع روما. ينجح مع ليفنتوس لو راح؟ ينجح مع ليفنتوس جدا يعني. شايف ان تبقى خطوه كويسه لصلاح؟ رائعه جدا، بس هو صلاح هنا هيكتب تاريخ في الدوري الايطالي،
واعتقد يبقى صعب شويه في دور الابطال، لان دور الابطال اليوفنتوس بعيد عنه شويه يعني، حتى في ظل التدعيمات دي كلها، في ظل التدعيمات ما هو بعيد برضه يعني. السنه اللي فاتت كانت الدنيا قريبه وتخطوا اتلتيكو مدريد وكسبوا اياكس بره وجم اتغلبوا على ارضهم، او تعادلوا مش متذكر واتغلبوا على ارضهم، فطبعا صعبه شويه. لكن صلاح حقق دور الابطال مع ليفربول، فدي حاجه مهمه جدا، ووصل اثنين ليفربول اثنين نهائي تشامبيونز ليج مع ليفربول، حاجه رائعه. الافضل بالنسبه له الاستمرار في الدوري الانجليزي ولا الانتقال للدوري الانجليزي؟ ده لا يقارن بها بصراحه يعني، صح دي حرام يعني. طيب استاذ محسن بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. تحت امرك، ربنا يخليك. شكرا استاذ محسن لملوم الناقد الرياضي الكبير ومدير تحرير الاهرام الرياضي، كان ضيفنا العزيز في حلقه اليوم، واتكلمنا في العديد من الامور محليا وعالميا، وكمان اخبار النادي الاهلي، وامور في الحقيقه كانت مهمه جدا بالتحديد فيما يتعلق الفتره المقبله بالنسبه للنادي، اللي بنتمنى فيها كل التوفيق لفريقنا الكبير. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده، استنونا حلقه جديده بكره باذن الله. الى اللقاء.